كفايه بقى شهر الشيرة بقى، ما كانتش عزومه دي. عزوز اسكت. حاضر. شايفه امك بتعامل ابوك ازاي؟ انا مساعد اول ممتاز شرطه صفيه كده. معلش يا بابا. عزوز ورايا. ارحاني يا فاطمه. انا هربيك يا حيوان، انت هربيك. الحمد لله انها جت فيك، قصدي الحمد لله انها جت سليمه. وبعدين ده باين عليه اجنبي، بس انا اخدت نمرته ما تقلقيش. نمره مين؟ انا اللي هطلع روح الحيوان ابن الحيوان. عندك يا مدام، اوعي تكملي. الاحسن يبقى سب علني، ودي عقوبتها غرامه لا تقل عن 1000 جنيه وحبس 6 شهور مع الشغل. وبعدين حضرتك الغلطه في اماكن مخصصه لعبور المشاه، الشوارع للمواصلات فقط، وهو ده القانون، مع انه حرام يا عجل. انت مش فاهم القانون يا عم عزوز ولا ايه؟ ما تقول لها. ايه ده، انت تعرف الحمار ده منين؟ ثاني واحد. ده الاستاذ فطين المحامي. ايه الايه اللي ايه وتعملي لي كده؟ لا عندك يا مدام، انا الاستاذ فطين علي حسين الجرحي، المحامي وممثل دوله القانون هنا. يعني جنايه، جنحه، طلاق، نفقه، ضرايب، باي حاجه، ومن اول جلسه وسالي عليا في المحاكم. وسالي لك ليه يا حبه عيني؟ كنت هناسبك. خلاص يا استاذ فطين، ما تجيبليش العزيه. لا يا سول عزوز، مش خلاص، كل واحد ياخد حقه. نقف. وحضرتك كمان، انا صاحب العجله اللي صدمتك واتجرحت بسببك، والمفروض قانونا، ها قانونا، تصلحيها وتعتذري كمان. عزوز سكت الشيء ده بدل ما دب صوابع في عينيك. دب يا اختي وفرجيني، علشان تبقى احداث عاهه مستديمه وشروع في قتل، وتندب انت بقى 5 سنين ومن اول جلسه. خلاص بقى يا ماما. بعدين هو يا استاذ فطين. نعم يا عم عزوز. يا عم خليك معايا. حاضر. خليك معايا، حصل خير. يا عم بص لي هنا، وانت يا بنت قطر، يلا خدهم بكمش من هنا. الله، اسمك قطر؟ اه، اسم جميل قوي. قطر ايه بقى؟ قطر الندى. الله، العجله بسكليتة يا بسكليتة. عزوز انت سبته يمشي؟ هاتوا منظمات رقبته اجري وراه. ايوه ده الواد بسكليتة، حرامي العجل، وانا عمال اشبع عليه. بس ما تقلقيش، انا هعرف اجيبه. هيروح مني فين؟ يلا بينا احنا نروح. نروح هنا يا استاذ. شويه حاجه بعد كل اللي حصل ده يا ماما. وهو ايه اللي حصل يا دنايا؟ عزوز ورايا. حاضر. وقته وتاريخه بالمريله والمخرطه ومشروب الطاقه. واثبت اهم حاجه المخرطه، اثبت عندك المخرطه. اتهجم عليا وبطحني وعورني وحتى بنفسيته قدام مراتي سحر. مش كده يا سحر؟ كده يا شندو. شندو يا سحر، بتدلعيه يا سحوره. ماشي يا عم شندو، بتتبلع عليا يالا. ده انا بتاع القانون. وطالما جبت سيره المخرطه، يبقى اثبت عندك يا سول عزوز كل كلمه بيقولها شندو ده. ويالا يا انت يا شندو، انت وسحر وكله بالقانون، هبهدلكم. ها ده ايه؟ في ايه يا ابني؟ بتكلم قطر بنتي. ده قطر قطر يا فرامك. ايوه يا بابا. ايه اللي جابك هنا؟ البسبوسه يا بابا. ايه ده؟ هو حضرتك اللي عامله البسبوسه دي؟ ايوه، وبالقشطه. بالقشطه كمان؟ الله، انت ده حلو قوي. بالقشطه فعلا يا قشطه. ممكن بقى حضرتك تبقي تقولي لي المقادير بتاعتها علشان لازم اعملها لماما؟ احترم نفسك، خليك في اللي انت كافيه. اوعى البسبوسه دي جايه لي انا. ما تسيبك من البسبوسه يا حصول عزوز، وخليك مع اللي ساح في دمه. خلاص يا سيدي، نعمل لك محضر. عم عزوز. نعم.
ما تخلينا في البسبوسه احلى. والله خلينا في البسبوسه. ايه انت بتقولي؟ انا قصدي لازم الشندويلي ده يتقدم. يلا يا فاطين الفطار جاهز يا حبيبي. حاضر حاضر يا امي. يا صباح الفل. صباح النور يا حبيبي. وإن أقل حق من حقوق المواطن الشريف هي الحصول على كوب ماء نظيف يروي عطشه. إن مواثيق الأمم المتحدة. افطر كويس يا فطين، أنت جيت امبارح وما تعشتش. ياما من بعد ما شفتها امبارح وأنا شبعت. إيه ده؟ هو في جمال كده؟ بنت الإيه؟ قمر قمر عسل ياما. هي مين دي يا فطين؟ قطر ياما قطر. تاني قطر؟ وبعدين تاني اللي فكرك بقطر؟ انت عديت على المحطه وبعدين انت مش كنت امبارح في القسم؟ لا ياما انا ما روحتش المحطه، القطر هو اللي جه القسم. قصدي هي اللي جت ودوقتني البسبوسه بالقشطه ياما من ايديها، ايديها اللي تتاكل اكل. وهي ايه اللي وداها القسم؟ هي رد سجون يا واد؟ تقريبا ياما. ايه بتحب واحده رد سجون؟ دي اخر صبرك يا فطين. يا امي انت فهمتيني غلط، ده ابوها هو اللي رد سجون. ايه ييه لخبطتيني ياما، هو انا ما قلتلكيش؟ لا يا روح امك ما قلتليش. مش ابوها يطلع الصول عزوز ياما، وهي كانت رايحه علشان تديله البسبوسه، والنبي ياما بقى نروح له علشان نخطبها بقى. هو الصول عزوز ابن حلال بس مراته زي ما انت بتقول لسانها عم. علشان خاطري ياما، علشان خاطري، لحسن انا امبارح طول الليل عمال احلم بقطرات السكه الحديد كلها، يرضيكي بقى قطر منهم يجي يقوم لهفني كده هون ويطير هي كمان مني؟ أنا أمك يا حبيبي. وساعتها بقى يا أم فاطين مش هتجوز خالص وهقعد في قرابيزك كده. لا وعلى إيه؟ أنت تعدي على الصول عزوز وتبلغه إن إحنا هنروح لهم آخر الأسبوع. وليه آخر الأسبوع؟ ما خير البر عاجله، إحنا نكلمه دلوقتي أهو، ده أنا حتى ياما حافظ التليفون أهو في دماغي حافظه فين. بس هتكلمه بدري كده يا ابني، في الساعة لسه ما جاتش 7. ياما عم عزوز بيخلص النبطشية الساعة 6 الصبح، يعني تلاقيه دلوقتي لسه ما نامش. جرس ياما جرس قلبي بيعمل كده. الو الو. هي يا اما هي صوتها حلو قوي، انا مش قادر اسمعي كده. حلو صح؟ يا اخويا حلو قوي، ولا نجات الصغيره في زمانها. رد عليها قبل ما تقفل. صح. الو يا صباح البسبوسه بالقشطه. ايوه يا ستي انا الاستاذ فطين علي حسين الجرح المحامي. ايوه بتاع العجله والمخرطه. بابا عزوز موجود حضرتك؟ بابا موجود بس هو نام متاخر. تحب اصحهولك؟ ده مين اللي بيتصل على الصبح كده؟ ده استاذ فطين. عايز بابا. وعايز ايه بقى سيزفت ده على الصبح؟ اديني السماعه. ام قوي ام قوي. يا قطر ما تداش السماعه ما تدا. ايوه يا سيزفت عايز ايه؟ لو سمحت يا مدام شهر حضرتك لم لسانك. وبعدين حضرتك انا مش طالبك انت، حاجه غريبه جدا، انا طالب عم عزوز. انت مالك ومالي؟ ده ايه الغلب ده يا ربي؟ لا مالي ومالي يا عينيا، ده بيتي وتليفوني. انت اللي مالك بتتصل بينا ليه يا وش الفقر يا فال الشوم؟ ايه في ايه على الصبح يا شهر؟ المحامي اللي اسمه فطين فال الشوم. سامع ياما بتقول عليا فال الشوم؟ انا فال شوم حضرتك؟ انا مش هرد عليكي علشان انت واحده ست. هات ارد عليها انا. ايه يا ست انت؟ ابني كان عمل لك ايه عشان تقولي عليه فالشؤم؟ ده حتى ابني بسم الله ما شاء الله ادم وادم الساعد. اتكلمي على قدك يا اختي. لا يا روحي انا اتكلم براحتي وفي بيتي وفي اي حته. خلاص يا ماما بقى اخرسي. خلاص يا شهرات السماعات. اسكت انت. حاضر. دي زي ما انت قلت لسانها متبري منها اعوذ بالله. ايه ده حاجه دي؟ كملي كملي شتيمه. دي اللي لسانها متبري منها يا ولية يا رشانة. أنا رشانة؟ بتقولي يا رشانة يا فطين؟ أمك رشانة؟ لا يا أمي لا لا يمكن تكوني رشانة ولا إن شاء الله هتكون. هاتي 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 هاتي. مين دي اللي ولية رشانة يا ولية يا خرفانة؟ خرفانة؟ أنا خرفانة يا عزوز؟ والله ما أعرف. هاتي 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 السماعة. ما تزعليش يا ست غالية يا محترمة. قصدي اهلا اهلا يا استاذ فطين. يا عم عزوز بقى يرضيك كده قله القيمه من مرات حضرتك لامي، ام الست غاليه اللي كل اهل الجزيره بيحلفوا بيها؟ لا ده كله علشان اتصلنا بيك. وبعدين يا عمي احنا بنتصل بحضرتك علشان نحدد ميعاد علشان نتقدم لصاحبه الصون والعفاف الانسه قطر. نقوم ننداس كده. ايه تتقدموا لبنتي قطر؟ يا اهلا وسهلا
ده انتوا تشرفونا في اي وقت. هما مين اللي شرفوا؟ استني بس اديني فرصتي. ايوه يا استاذ فطين، منتظركم النهارده ان شاء الله تشرفونا، وانا بنفسي هعتذر للست المحترمه غاليه هاني. مع الف سلام. تعتذر لمين؟ اخرتها سيزفت ده هو اللي يتقدم لبنتك؟ ايوه. وانت يا قطر يلا على شغلك، ما تنسيش تاخدي اذن بدري عشان تيجي كده تستعدي وتستحمي عشان الناس اللي جايه دي. حاضر يا بابا، يلا مع السلامه. سلامه يا حبيبتي. انت ايه اللي بتقوله ده؟ انا مش موافقه، وهتشوف كلمه مين اللي هتمشي. لا يا باشا، المره دي بالذات بقى لازم توافقي. ما مرضتش اتكلم قدام البيت، كل العرسان اللي جم للبيت طلعتي فيهم القطط الفاطسه يا شهر. لما خلاص العرسان رجليهم اتقطعت عن البيت، المره دي بقى العريس محامي ومحترم وسمعته حلوه في وسط الناس. ارحميها وارحمينا بقى، عايزين نجوز البت اللي حيلتنا ونفرح بيها كده. ماشي يا عزوز. مش رايحة يعني؟ مش رايحة يا فاطين؟ انا يتقال لي يا رشانة وانا لسه ما دخلتش بيتهم؟ اما لما تتجوزوا هيتعمل فيا ايه؟ يا امي ما حدش يقدر يزعلك ولا يدوسلك على طرف طول ما فاطين ابنك عايش. الا وبعدين البنت يما ذنبها ايه؟ اهو برضو ننقذها من براثن امها المرأة العنكبوت دي. اما نشوف، مش يمكن البنت تطلع لامها؟ اقفل قدر على فمها. لا 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 لا، كله الا قطر. قطر دي يما انت هتحبيها جدا صدقيني. طب ما نشوف يا اخويا. يعني وافقتي يا ست الكل؟ وانا رايح حد غيرك دلوقتي بعد المرحوم ابوك، واخوك اللي ربنا وحده يعلم هو فين دلوقتي وبيعمل ايه. ربنا يا رب يخليك ليا يا رب. اخوي يخليك يا حبيبي. امسك دول فلوس اخر قسط للعربيه بتاعتك اللي هتستلمها النهارده، اوعى يتسرقوا منك. لا ياما ما تقلقيش، برضه ما بتنسيش حاجه. بس برضه يا ست الكل مش هنستلم العربيه من عند الحاج ميمي غير واحنا مع بعض. ودلوقتي بقى ياما استاذن علشان اروح المحكمه، لحسن النهارده اليوم كله كومبليت. اجهز لك كام غيار زي كل مره وابعتهم لك على الاسم؟ لا ياما لو حصل هبقى اقول لك. وبعدين ما تقلقيش، ده انا النهارده محضر لهم حته دين مذكره ما تخرش المية. أهالي المنطقة الكرام، بعد طول انتظار ودفع آخر قسط، قررنا نحن الحاج ميمي تسليم الرهوان العربة الطائشة إلى صاحبها الأستاذ فطين. سلام للأستاذ فطين وأبنك الصغيرة. والله يا جماعة أنا معارف أقول إيه، والله كأن ال 22 سنة عدوا هوا، كأن أول قسط لسه مبارح. ياه أنا فاكر ساعتها كان عندي 7 سنين وراجع من المدرسة الساعة 2 إلا تلت، كان عندي ساعتها بقى في سنة تانية ابتدائي، وراجع مبسوط وفرحان علشان الأبلة أوديت. فاكرها ياما؟ اه يا حبيبي. الأبلة أوديت دي بقى كانت بستني على قرط كده قدام الحوش كله، وادتني نجمة عشان طلعت الأول في الإملة. قلت ساعتها يا فاطين أنت لازم تكافئ نفسك، قلت خلاص أنا هشتري الرهوانة دي. تعالى بقى خلص بقى يا فاطين، الناس اتفرجت علينا. حاضر ياما حاضر. والشهادة لله، الحاج ميمي وقف جنبي وقال لي على أقل من مهلك يا فاطين يا ابني، وال 22 سنة يا اخوانا عدوا هوا كأنهم 22 ثانية مثلا. يلا يا حاج ميمي ورانا قراية فاتحة يا اخويا. ايوه حاضر يا ست الكل، والآن أسلم مفتاح المدينة قصدي الرهوان للأستاذ فطين. اتفضل. ايه مفيش مزيكا؟ Thank you.
النبي تعالي وسمي الله وادخلي برجلك اليمين. يلا ورانا يا رايح فاتر. والله نسيت العروسة. الله 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 يا حاج ميمي، هي اتحسدت ولا ايه؟ مش راضي تدور. كرك لها، خف الدبرياج شوية وسنة بنزين. انا ولا فاهم بنزين ولا بيه. ايه يا اخوي؟ اجري يا اما العربية بتاعك. شفت قلة الأدب من أولها؟ وأنت السبب، أنت اللي بتدي الناس ملهاش لازمة فرصة تستخف بينا. يستخفوا إيه يا ولية؟ أنت يستخفوا إيه؟ الغايب حجته معاه. لا غايب ولا نايب، أنا خلاص قفلت. يعني إيه يا بابا؟ يعني مفيش عريس؟ مفيش فاطين؟ غيرت لك بقى كل حاجه، الرقبه والعفشه والبطاريه والكربراتيل والاكسراتير، وجبت لك طقم كهربا وكيل فرامل، يعني تقدر تقول عمراتهم كامله. لما انت غيرت كل ده، ايه اللي فاضل في العربيه؟ يا اسطى مش ده، احنا لو كنا اشترينا عربيه جديده كان يبقى اسهل. يا عم اركب وادعي لي، دي بقت رهوان، بس خلي بالك بالرادار بقى. ماشي يا عم، الرادار اركبي يما اركبي. اوعى يا عم، اوعى يا عم، خليه يركب. يلا الناس هتاكل وشنا. ماشي يما، ده احنا وشنا اتهبب خالص. يلا يا حبيبي. بالراحه يما. قلت لك هتدعي لي، ايدك بقى على الحساب يا حلو. خلي بقى الحاج ميمي يحاسبك وانا هبقى قصتهم له. يلا يما. ربنا يكفيك شرها يا ابني. أعرف حظي وبختي المهبب. لا يا حبيبتي، بختك حلو وحظك زي الفل، إن شاء الله في عريس وفي فرح. اهدي بقى، اهدي، عقدتي البيت. قم يا بابا، والله لازم قم. شفتي؟ عشان تعرفي إن الصبر جميل، اضحكي بقى، اضحكي في وش الناس عشان ليلتنا تبقى حلوة، اضحكي. هي دي الضحكة؟ خلاص بقى يا ابني. ايه ده؟ ما السكت الزمره دي يا ابني دماغي. دي باين لها علقت يما. والناس اللي مستنيانا دي هنفضل نطعنهم كده؟ لا لا ما صح، تعال يلا ننزل بقى. يلا يا ابني. يلا ننزل بقى. تعال يما. وهي بقى ان شاء الله هتسكت لوحدها، هي عربيه ايه رهوان. يلا. يلا اتفضلي يما، هي الدور اللي فوق على طول. طيب يلا. منك لله يا حاج ميمي، انت والاسطى مشمش حمرات كامله. امسكي بقى يا مدام شهر، حط القطن دي في ودنك هتفصلك عن الدنيا كلها، مش هتسمعي حاجه خالص. مش عايزه قطن. اجيب لك شاش؟ مش عايزه حاجه. اسمعي كلامي حضرتك، التوتر ده مش حلو لصحتك. انا قلت مش عايزه حاجه، انت ايه ما بتسمعش؟ ايه انتوا يا ناس يا اللي ما عندهاش ريحه الدم، حد يقفل كلاكس العربيه دي، عايزين ننام. براحتك. ايه رايك بقى عم عزوز في الاختراع ده؟ عم عزوز نسيت. انت سامعني كده؟ اه حبيبي، في حاجه؟ لا انا كنت بطمن بس. ايه رايك يما بقى في العروسه؟ زي القمر يا فاطين، وشكلها طيب وبنت حلال. يعني مالكيش اي ملاحظات عليها؟ عليها هي؟ لا دي غلبانه قوي، انما عارف على امها. امها دي عامله زي قضايا وصولات الامانه، موت وخراب ديار. يا عالم يا واطشه، بطلوا صوت الكلاكس دوت، عايزين نتفرج على الفيلم. بس البنت طيبه وكويسه. يعني موافقه يا ست الكل؟ ربنا يوفقكم يا ابني. طيب يلا بقى بينا يا جماعه نقرا الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحه ايه اللي هتقروها؟ هو احنا كنا اتفقنا على حاجه عشان تقروا الفاتحه؟ ما نقرا يا شهر، انت زعلانه ليه؟ عزوز حاضر.
احنا يا اختي موافقين على كل اللي هتقولوا عليه، وبنتكم اللي زي القمر دي دخلت قلبي من اول ما شفتها وحشيلها جوه عيني. الله يبارك لك يا ست غاليه، بنت اصول صحيح. ايه ده؟ الظاهر ان الكلاكس اتصلح. شيلوا القطن يا جماعه، شيلوا القطن. ياه، وبالمناسبه الحلوه دي بقى انا عازمكم عند فطاطر الامور، نضرب بقى فطير كده بالسجق وبعديها نحل بالسكر ونتكلم بقى في التفاصيل، وبالمره افسحكم بالعربيه الجديده بتاعتي. ايوه انا بحب السجق جدا. عزوز حاضر. ما تعرفيهاش بقى يا شهر الله، وبعدين الست قالت طلباتكم كلها مجابه، ما تزعليش البنت فيهم مفترض زي ده، انت شايف البنت مبسوطه ايه وحاطين من الفرحه. ماشي يا عزوز. الى الامور يا جماعه، يلا بينا. وانت بقى يا قطر شيل علبه الجاتو دي في التلاجة لحسن تبوظ، ده انا جايبها لكم من القطعه ب 4 جنيه 80 قرش. عيب كده، عيب كده يا فاطين، ناقص تقول لهم ان انت جايب دسته ونص. كفاياك قهوه بقى يا دناي، ويلا يلا عشان تتعشى. اتعشى؟ وقدرت تقوليها ياما؟ وقدرت تقوليها ياما؟ ليه يا ابني، هو كان ايه اللي حصل؟ ما انت طول عمرك بتتسرق، نسيت العجلة؟ عمري اللي فات كله كوم، وعمري اللي جاي بعد سرقة العربية كوم تاني ياما؟ ده إذا كان في عمر تاني لا رد لقضاء الله. أيوة كده يا ابني، اذكر ربنا وافتكر إن ربنا لو خد منك العربية هعوضك بقاك. بقولك إيه ياما، ما تجيبليش سيرتها لحسن، بصي أنا مخنوق منها هي واللي جابوها. ليه بس كده يا ابني، دي غلبانة. غلبانة؟ أنت مش شايفة أول يوم بس نقرأ في الفاتحة ها القاضي يقفل الجلسة والعربية كانت هتولع بينا، وفي آخر اليوم تتسرق؟ ده إيه الغلب ده يا ربي؟ يا أستاذ فتيح، ده صوت الواد بسكليت. صب لي قهوه تاني ياما. تعالى 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 يا بسكليت تشرب قهوه. بسكليت حرام العجله، والنبي ما انا سايباك وكمان جايبيها لحد هنا. يا دمك يا اخي. يا نهار اسود، الحقنا يا استاذ فطين. محدش هيلحقك يا امي أبدا. يا امي سيبيه بقى علشان خاطري، ده الواد بسكليت ده غلبان جدا، انت ما تعرفوش. انت ايه اللي جابك يا بسكليت؟ ما انا عرفت ان العربيه اتسرقت قلت اجي ابارك لك. الله يبارك فيك. ايه وعرفت منين؟ خلاص الخبر اتنشر؟ لا انا عرفت من اللي سرقها، ده كمان طالبك تروح له لحد عنده. هروح له هروح له هروح له هروح له، ويا ويله وسواد ليله، اما ندمته على اليوم وعلى الساعه وعلى الدقيقه وعلى الثانيه اللي فكر بس فيها انه يهوب ناحيه عربيتي. ومين حرامي الشوم ده؟ درغام. درغام؟ سبع الليل رئيس عصابة المطاريد وقطعين الطرق؟ اي نعم هو يا ام فطير. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، ده راجل شراني وقتل قتلة ومحدش قادر عليه. لا مش عايزين العربية، فداك يا فطين. فداك يا فطين ايه؟ وانا بشتري ياما كل يوم عربية ولا ايه؟ لا بقولك ايه، البلد دي فيها قانون وانا ممثل القانون واقسمت على سيادة القانون، واذا كان هو بقى عدو القانون فيبقى عدوي انا شخصيا، وانا مش جبان يا ام فطين ان شاء الله. يعني ايه؟ يعني انا هروح له وهرجع عربيتي وبقوة القانون واعلى مفخله يركبه، وإذا كان هو بقى درغام سبع الليل فأنا فاطين الليل وآخره. اطلع بينا يا بسكليتة. الحمد لله. يدوم يا رجالة، يدوم يا ريس درغام يا قاطع طريق يا كمل. خف ايدك يا قاطع. ما هعمل ايه يا معلم، ما الموس اللي تلم. الموس برضه اللي تلم؟ ده انت لو كنت بتحلق له برجلك ما كانش حصل فيه كده. وانت ايه ده مش وشك ده خالص؟ صدق صحيح اللي سماك جحش؟ المعلم درغام قال لك خف ايدك يبقى تخف ما تجحش. بس والله يا ريس درغام جدع وابن حلال وبيحبك. ايوه كده تعدل. يلا بقى اسيبكم انا بقى يا معلم درغام، والله الواحد ما عايز يسيب القعده الحلوه دي ابدا. بس هنعمل ايه بقى مشاغل؟ معلش يا معلم درغام هتعبك معايا، واحد بس من رجالتك يعني تبعته معايا يسلمني العربيه. سلام يا فيل، سلام يا ثعلب، سلام يا جحش. جنينة الحيوانات اللي انت قاعد فيها دي يا معلم درغام هتوحشني قوي. يلا بينا يا كلب. استنى عربيتك هتاخدها،
بس اقعد عشان عايز اقول لك كلمتين. انت تؤمرني يا ريس درغام؟ تؤمرني طبعا، ده احنا بقينا خلاص اهل مش كده جحش؟ نايم يا سيدي المعلمين. بقى عباس الحمار ده سيدي واحد من رجالتي. اه اكيد بقى الحمار ده اخوك الكبير يا جحش. اسمع، كان معدي على كمين بالليل في الطريق السريع، والكمين حب يوقفه، ضرب نار على الظباط. ضرب نار على الظباط؟ ده حمار حمار يعني، حمار حصاوي بجد. المهم هو محجوز دلوقتي وجلسته النهارده، وانا عايز اطلعه براءه، ومحدش هيطلعه غيره. قلت ايه؟ اطلعه من ايه يا ريس درغام؟ ليه ليه ليه؟ انت فهمتني غلط، انا بخدم القانون وبس، انما الحمار ده لا يمكن اترافع عنه، دي تبقى هزلت. الحمار ده بقى تجيب له دكتور بيطري، تجيب له عربيه كارو يسرح بيها، انما انا لا يمكن اترافع ابدا ابدا ابدا. ما تقول حاجه يا بسكليت للراجل الطيب اللي معاك ده، اللي خساره في الموت. بقول لك ايه يا استاذ فندم، كينج كونج اللي قاعد هناك ده مجنون، ممكن يتغدى بينا. مجنون على نفسه، مجنون على نفسه، انا مع القانون. طب اقعد بس كده يا استاذ فطين، وقت شوية. مش هقعد يا ريس درغام، ومش ههدى، انا خلاص يا سيدي العربية بتاعتي ووصلت لي، يلا بينا يا بسكليت. اسمع يا استاذ فطين، المرة الجاية مش هناخد عربيتك وبس، المرة الجاية هناخد المحروسة والدتك، ومعها قطر الندى خطيبتك، واحتمال يكون ابوها وامها معاها كمان. اسمعني انت بقى يا ريس درغام، انا ما بتهددش، ولو عايز تاخد ام قطر الندى حماتي خدها، ولو عايز تاخد ابوها كمان خده. اقول لك يا ريس درغام، لو عايز قطر الندى نفسها خدها، انا لسه ما خطبتهاش، دي يا دوبك قرايه فاتحه وما كملتش، انما اي حيوان من اللي موجودين عندك في الزريبه دي مس شعره واحده بس من ام ست الحبايب هخلص عليه، ومن غير ما اسمي كمان عليه، وبرده مش هترفع عن حمار. محكمة! ده بقى اخوانا بعد اذنكم يعني، كل اللي شايل لي محمود وعمال يتفشخ بيه ويسمعنا ياناته طول النهار يقفله، والشوشايه وكتر الكلام والراجل ما احبش، احنا هنا في محكمة، وانا مش كل يوم انا هقول لكم البقين دول ويتخزن بالمقدمة. محكمة! اتفضلوا استريحوا. ايه ده؟ فين المروحه يا سمير؟ لمؤاخذه سيادتك المروحه بايظه، وانا شخصيا كتبت مذكره، ونظرا للعلاقات القديمه اللي بيني وبين الزملاء قالوا لي نعمل لجنه عشان خاطر تسابيب ونصلحها. عندنا كم قضيه فرول النهارده؟ يي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 
والمرق بتاعي ده؟ لا اطمن سيادتك، انا عامل حساب. اتفضل يا مولاي. ماشي يلا ابدا بقى عشان نخلص. رول واحد، المتهم عباس سيد الجعيد وشهرته كمؤاخذة الحمار. موجود يا فندم. النيابة تتفضل. سيدي القاضي، كما هو مذكور في تقرير النيابة أن المتهم قام بالاعتداء عمدا على كمين الشرطة وأطلق عدة طلقات نارية برشاش آلي غير مرخص كان بحوزته، وتم إثبات ذلك خلال محاضر الشرطة وشهود عيان رأوا الحادث، وبمواجهة المتهم أنكر. لذا فالنيابة تطلب بتطبيق قانون العقوبات ولا تأخذكم بهما رحمة ولا رأفة بمثل هؤلاء البرتقية وقاطعوا الطريق. وشكرا سيد القاضي. الدفاع. انت ايه الغلب ده يا ربي؟ يا عباس ما معكش دفاع ولا ايه؟ لا معايا سعادة البيت، معايا دفاع، محامي قد الدنيا، قاعد هناك اهو. طب ما يقوم يقدم نفسه ولا محتاج عزومة؟ انا عارف انها جلسة مش معدية. يا ربي ما اشوف البيجامة. ايه يا استاذ فطيم، لما انت المحامي بتاع الراجل ما بتقومش تدافع ليه على طول؟ ما اصلي حضرتك يعني هي كرشة نفس حضرتك. كرشة نفس. اتفضل يا استاذ. والله الواحد ما عارف يقول ايه. نعم يا استاذ. انا قصدي حضرتك يعني في احيانا كده في ظروف يعني بتحكم على الواحد بتخلي الواحد يعمل حاجات كده يعني وهو كارهها ومش طايقها خالص. اختصر
اختصر اختصر وقول على طول، الدنيا حر وما احناش طايقين. كلام سهل، ما تنطق وانت مش محل منطق. بقول لك ايه، ما تنهكش يا حمار انت. ها والجحش ده اللي قاعد يزغرني، اقسم بالله العظيم هتفوسك رقصه ارجع الجحش صغير زي الجحش الكبير ده. ايه يا خناقه ولا ايه؟ انا اسف يا حضره القاضي، ما الحمار ده نرفزني يعني شويه. بقول لك ايه، اديك بالفريك. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ شوف شوف بلاستيك، شوف شوف بلاستيك في المحكمه. بس من الغالي يا فندم. ما اصل ما هو لما ايه ده اللي انت لابسه تحت الروب ده؟ بيجامه. بس من الغالي يا فندم. بيجامه وشوف شوف بلاستيك. هي هي احنا في حمام عمومي يا فندم. يا فندم انا مش قادر اقول اي حاجه، والجحش ده قاعد زغرني كده، انا مش طايق نفسي، انا مجبر. بلا جحش بلا معزه، محضر دفاعك ولا لا؟ الصراحه لا، ومش طايق القضيه دي كلها، وربنا اعلم باللي انا فيه. تؤجل القضيه ل 22 الجاري ربع في الجلسه. بقى كده يا فاطين جاي ابني ترميني في دار مسنين؟ ياما تتقطعي ايدي قبل ما اعمل كده. بقى تشتري عليك الدرجه. ياما انا جايبك هنا علشان دي دار المسنين اللي بتشتغل فيها قطر خطيبتي. قول كده بقى، هي اللي مواك وعايزاك ترمي امك في دار المسنين عشان تتجوزه ويخلالها الجو. ياما تتقطع ايديها ورجليها هي وامها وابوها في لحظه واحده لو فكروا يعملوا كده. طب لما انت جاي تشوف حبيبتي القلب جايبني معاك ليه؟ يا امي انا مش جاي لحبيبه القلب ولا حاجه، ثم ان هي خلصت شغلها من ساعه وزمانها روحت. انا جايبك معايا هنا هون علشان نسال عليها في مقر عملها ونتقص. نسال عليها؟ البنت طيبه وبنت حلال يا ابني. انا ما قلتش حاجه يا امي، بس الله اعلم بقى بالنفوس. وبعدين دي جوازه، يعني هيبقى فيها عقد وقايمه، وانا راجل محامي وعمري ما خسرت قضيه، يعني لازم اشمشم، واللي اوله شرط اخره نور. ولا نترزي بيها بقى ونرجع نقول يا ريت اللي جرى مكان. ايوه يا ابني. لا يا اخوي نتقص. وبالمره بقى ياما نتاكد من موضوع عدمها البقلاوه اللي موترني ده. ماشي يا فاطين يا ابني، بس هنسال مين؟ يعني هي كويسه ولا لا يا مدام شيناس؟ انسه اذا سمحت. ايوه يا اختي، ده جواز. جواز وملقاش غير دي يتجوزها؟ هو الشباب عمي ولا ايه؟ ليه يا اختي؟ هي مالها؟ ملا لما تمللها، دي قرعه. ايه؟ قرعه وقللت الادب ومجرمه ولسانها بتبر منها. بس باين عليها الطيبه يا ست شاهيناس. بتمثل علينا ياما بتمثل. كملي يا شاهيناس كملي وبعبعي. وخطفت رجاله. استر على الولايه يا رب. وكل ما حد يبص لي ويعجب بيا يروحوا خطفاها مني، ما اعرفش بتعمل سحر ولا ايه دي. وكمان بتاعت اعمال ما تصدقوهاش. البنت شاهيناس دي كدابه. هو في زي قطر اتجوزها يا ابني اتجوزها. ربنا يطمنك يا استاذ عبد العزيز. استني بس يا ام استني بس، امال ليه بقى شاهيناس يعني هتكذب؟ بتغير منها اكمن قطر، بتقعد معايا طول النهار. وليه بقى بتقعد معاك طول؟ يا استاذ عبد العزيز ركز بقى معايا وسيبك من المجله دي. ليه بتقعد معاك؟ بتقعد معايا تسليني، تطقطق لي صوابعي، تلعب لي في شعري، ده احنا خلاص حنين قوي. احنا كنا خلاص هنتجوز. تتجوزوا؟ اه. وانت يا ماما مرتبطه؟ يلا بينا ياما نقوم قبل ما ارتكب جريمه. لا يا عينيا، اقف عوج واتكلم عدل. لا يا اختي، هقف عوج واتكلم عوج براحتي، كله الا الكذب. يا شهر يا شهر اهدي شويه. مهداش يا طنط غاليه، والله العظيم ما كدبت. صادقه يا بنتي صادقه. وشاهيناز وعبد العزيز هيتبلوا عليك اللي هي قطقوطه. ايوه صحيح، ده انا سامعاهم بودني. احترم نفسك. وهو حد قالك انه مش محترم يا ست شهر؟ يا ست غاليه صلي على النبي، الست ما تقصدش سوء فهم. لا اقصد بنتي اشرف من الشرف، وابنك اللي كلامه كتير ورغاي وجعجاع. ايه انا جعجاع يا شهر؟ عاجبك الكلام ده يا عم عزوز؟ ما هي لو عامله لك اعتبار في البيت ده ما كانش صوتها يعلى. مش عامله لي اعتبار؟ اقسم بالله العظيم لو صوتك عالي انت عارفه ايه اللي هيجرى لك. هتعمل ايه؟ اضرب يا اخويا، اضرب لك يا لمين، اضرب. ايوه اضربك، ما اضربكيش ليه؟ خلاص خلاص يا عم عزوز، نستهدى بقى بالله كده. ما انت مش شايف يا اختي؟ لميها بقى لحسن يطلقك وانت وليا. يا سلام، ما هو كله بسبب التافه ابنك. ايه انا تافه؟ الظاهر بقى انه كان لازم يضربك قلمين على وشي. بس بس
دي دار مسنين زي ما انتوا شفتوا. الست شاهيناز عندها عقده نفسيه، مش قادره تتخيل انها كبرت في السن لانها كانت جميله وهي صغيره. والاستاذ عبد العزيز عنده مراهقه متاخره، لسه بيعمل كل حاجه على انه شباب. وانا بقى اخصائيه اجتماعيه، يعني لازم اتعامل مع الناس دي كلها برفق وهوتهم. او النبي يا فاطين، ربنا يشفيهم، ظلمتها يا دنايا. انا اسف يا قطر، انا بس الغيره هي اللي خدتني وعمتني حبتين، عشان كده بقى بقول لازم نعجل بالجواز. ايه رايكم الفرح يبقى الخميس الجاي؟ على بركه الله. يلا. ما ينفعش، علشان انا عندي حاجات ما خلصتهاش، فهنخليها اخر خميس في اخر الشهر. ليه بس يا ماما؟ الله، اسكتي. وتسكت ليه؟ البنت عايزه تفرح. تفرح بس اخر الشهر. وليه بس اخر الشهر يا شهر؟ اسكت. هو كله اسكت اسكت اسكت. ايه، مفيش حد عنده لسان في بقه غيرك ولا ايه؟ وبعدين هو انت اللي هتتجوزي ولا هي؟ واوعي يا شهر تقولي له اسكت. مش شغلك. لا شغلي، والفرح يوم الخميس الجاي بعد اذنك يا عم عزوز. اخر الشهر، وقف حقك واتكلم عدل. لا يا حبيبتي، انا اقف زي ما انا عايز، ان شاء الله هتقف على طراطيف صواب. انت مالك؟ يبقى مالي يعني ايه؟ سيبي ال 15 جنيه دي يا سيبيها. اوعى، انا مش هسيب حاجه. لا اوعي، ما انت مالك انت. فاطين، فاطين حاف كده؟ هو فاطين ده ايه، بيلعب معاك الاولى في الشارع ولا ايه؟ انا هنا الاستاذ فاطين المحامي، احنا في المحكمه هنا. ماشي يا استاذ فاطين، ممكن تفهمني بقى انت ملبسني كده ليه؟ هو انت يا قطر مش كنت هتموتي وتشوف خطيبك وجوز المستقبل بتاعك ان شاء الله وهو بيترافع وبيزنزل في المحكمه؟ ها، وعشان خاطري يا فاطين والنبي يا فاطين يا حبيبي والكلام الفارغ ده. ايوه، بس برضو انت ملبسني كده ليه يا حبيبي؟ برضو تاني هتقول لي يا حبيبي؟ ده أنا محضر لك مفاجأة. عايز تسأل المدعي الأستاذ دياصتي أو تستفسر عن حاجة يا أستاذ فاطين؟ أستفسر؟ ده أنا هستفسر واستفسر واستفسر، وأنا جاي هنا حضرتك غير علشان الأستاذ دياصتي. اتفضل، استفسر واستفسر واستفسر. الأستاذ دياصتي، أولاً حضرتك يعني شايفني كويس؟ طبعاً شايفك كويس. حلو أوي. طب انا بقى ذكر ولا انثى؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده يا استاذ؟ خليك في صلب القضيه يا استاذ فاطين. ما هو ده صلب القضيه يا فندم. خلاص جاوبه يا استاذ، خلينا نخلص. حضرتك ذكر. حلو قوي. وحضرتك انت بتقول ايه؟ خليك في صلب القضيه يا استاذ. والله العظيم في صلب القضيه. خلاص يا استاذ معلش جاوبه. انا ذكر ومظبوط في البطاقه. طب الحمد لله. اثبت عندك يا فندم ان المدعي الاستاذ دياصتي عاقل وراشد ويستطيع التمييز وكمان نظره سليم. وستة على ستة كمان. ربنا يزيدك. عايز توصل ليه يا استاذ فاطين؟ ومن غير رغي وبسرعه لو سمحت. يا فندم اللي انا عايز اقوله ان مفيش حد بيدي حد تاني فلوس ويمضيه على ايصالات امانه غير لما يكون شافه وعارفه كويس. مظبوط؟ قصدك ايه؟ انا بقى حضرتك بطالب الاستاذ دياصتي اللي قاعد معانا دلوقتي انه يطلع المدعي عليها صابرين اللي مضت له على ايصالات الامانه من بين الحضور. طلعها يا استاذ دياصتي. حاضر يا سياده القاضي. هي دي يا سياده القاضي. لو سمحتي ارفع النقاب. هي دي يا استاذ دياصتي؟ متاكد؟ الا متاكد. ايوه متاكد، ده انا نظري ست على ست. اثبت عندك يا فندم. الأنسة دي تبقى قطر الندى عزوز خطيبتي، وادي البطاقة يا فندم بتاعتها. أما بقى المدعي عليها السيدة صابرين فهي اللي قاعدة ورا قطر الندى. وادي يا فندم البطاقة بتاعتها كمان. يحيى العدل، يحيى العدل، يحيى العدل. الله ينور يا أستاذ فاطين. شكرا يا أبو سامر. بس يا جدع تهو كده يا فاطين، دي آخرتها بتستغلني؟ أنا هفضل أنا أجيب معاك. سكوت في القاعة. سكوت يا انسه. ايه رايك يا استاذ دياصتي؟ خلاص يا سياده القاضي، انا متنازل عن القضيه. رد عليا يا فاطين، انا ايه بالنسبه لك؟ دوم يا ابن ابيض. طب انا عايز البطاقه بتاعتي. بس بس بقول سكوت يا انسه. الله، بسكتها يا استاذ فاطين. هي مش خطيبتك؟ لا. ايه؟ قصدي ما تسكتي بقى يا قطر، اسكتي، هنكسب القضيه وهنبقى في البسبوسه. حكمت المحكمه برفض الدعوه والزام المدعي بالمصاريف واتعاب المحاماه وإعادة التحقيقات من جديد في النيابة العامة لوجود شبهة في تلفيق التهمة للمدعي عليها. طبعا عايز البطاقة بتاعتي. مع حبس الآنسة قطر عزوز السيد 24 ساعة. رفعت الجلسة. يا لهوي. يا العدل.
الفرح يا فاطين يا غالي، جاتلك عروسة قطر من بيت أصيل عالي، زغروطة وسمعتها يا حبايب انشرح ليها بال. أنا قلت عبالكم زي فاطين وقطري وعقبالي. ملتك القطر، بقولك ايه ما توترنيش اكتر ما انا متوتر. مجوش ليه لغايه دلوقتي؟ هما مين اللي مجوش يا فاطمه؟ اسكتي يا قطر بقى، ابوس ايدك اسكتي. طب بوس، حاسسني كده ان احنا كتبنا كتب الكتاب واتجوزنا بعض. اهو اسكتي بقى. طب مش هتلبسني الشبكه؟ شبكه ايه يا ام شبكه؟ شبكه ايه؟ ما خلاص فلوس الشبكه سلقت وملت خدوها. اسكتي بقى يا قطر اسكتي. لبس الشبكه على راسك. ايه دي يا حماتي؟ ايه يا سيد العرسان؟ الذهب بتاعي لبسه على راسك علشان ما نتفضحش. انا لا اقبل. تقبل لا تقبلش هتلبسها الشبكه، ولا اخد البت وامشي. طب والدخله يا حماتي والفرح؟ ايه ادخل يا اخويا على نفسك ولا على روحك؟ خلاص يا فاطين ابني اسمع الكلام عشان الليله تعدي. ماشي يا عم عزوز عشان خاطرك انت بس. هات يا اختي صباعك. القوه تجهز وتستنى مني اشاره الهجوم. ما ترد يا فاطين، انت بتعمل ايه دلوقتي يعني؟ يما ايوه يا ابني في ايه؟ ايه اللي شهر هتعمله ده يما؟ شكلها هتفضحنا كده يا ابني. يا مزيكاتي سمعني احلى سلام لعروسة النيلة. مع انها ما سمعتش الكلام وبوظت شكلي العين. والله يا ريس درغام انت والرجاله اللي
اللي شرفتونا دلوقتي انا كنت هزعل قوي لو ما جيتوش. سلام كبير قوي. يعني الرئيس درغام كبير البلطجيه والحراميه اللي على حق، الحراميه اللي بيسرقونا نهارا نهارا، اللي شرفونا دلوقتي حالا اهو هيشرفونا. سلام كبير. شرفونا السلام ده ما ينفعنيش، عايز سلام كبير قوي ده اصدر غام ورجالته. والله يا عبد الكريم. اجهز انت واديني اشاره الهجوم اول ما الجو يبقى تمام عندك. يلا القوه كلها تجهز حوالين الصوان وتستنى مني اشاره الهجوم. منور يا ريس درغام، والله منورين يا رجاله. يما يما. ايوه يا فاطين يا ابني، هتبقى شربات ها وتدريلك في حته. الدره ليه يا ابني في ايه؟ افهمك بعدين يما، هات الشربات بقى. حاضر حاضر يا ابني. حتى شربات العرايس ما تقهوش. في ايه يما؟ يظهر العيال سهون وشربوا الشربات. العيال سهون وشربوا الشربات. يوم اتصرفي اتصرفي في اي حاجه، في جاز في بلا ازرق، المهم دلوقتي لازم اشرب قطر بسرعه. حاضر حاضر يا ابني. وادي يا بسكليته تعالى. اموريني يا ست غاليه. غاليه اتصرف لي في كوبايتين شربات بسرعه. يوه ما قلتيش ليه من بدري يا ام فاطين؟ اخر جردل دلقته في بق المعلم درغام. يا دي النيله، امال ايه اللي في ايدك ده؟ دي اه مظبوط للمعلم درغام عشان يحبس. ينيله المعلم درغام ده. روح فطين. نعم ياما. القهوة دي تنفع؟ تنفع ياما اي حاجة، المهم دلوقتي لازم اشرب قطر قبل ما يمشوا. هاتي ده ايه الغلب ده يا ربي. اشربي قطر يا حبيبتي. ايه ده يا فطين هتشربني قهوة؟ اللي موجود يا قطر بقى. ها ما تتنحيش، اشربي اشربي. انا بشربها اهو، بشربها اهو يا ناس، بشربها يا ناس. خلي نفسك يا درغام انت ورجالتك، محدش حرك مكانه. الله اكبر. عزوز. انا مين؟ انا فطين. بقول لك عم عزوز، هو ايه اللي حصل؟ والله ما انا عارف يا فطين يا ابني، كل اللي انا فاكره ان انت كنت تقول الله اكبر، وبعد كده انا ما ادريتش بحاجه. وانا عم عزوز اخر حاجه شفتها اخيرا لما جعله خير كده كرسي طاير حاير في الهواء، وبعدها ما ادريتش بحاجه. هو احنا فين والكراسي دي كلها مع عزوز؟ ومش النهارده كان فرحك باين؟ ايه ده فرح؟ انا على مين؟ نعم اخويا على مين؟ على قطر بنتي. صح قطر ادم البقلاوه. فرح امال فين امي؟ امي فين؟ وفين المعازيم؟ مش كان في معازيم هنا عم عزوز؟ بسم الله ما شاء الله، كان الفرح معازيمه كتير قوي. بس يا شهر واحد فين؟ ايه ده؟ شهر اختفت. الحمد لله الحمد لله. الف مبروك يا عم عزوز. الله يبارك فيك. بقول لك يا عم عزوز، لو ما فيهاش يعني ساءت ادب مني،
ما شفتش رجلي؟ رجلك؟ لا الصراحة ما شفتهاش، بس تقريبا حاسس بيها. طب انت متأكد؟ اصل انا مش حاسس بيها خالص. لا هو انا مش متأكد انها رجلك. لا لا لا، بس هي رجل، هي رجل طبعا. معزوز الاقيش بق ماء معاك لحسن ري ناشف. لا والله بق ماء لا، لان انا نسيت الزمزميه في الشغل. معاك حق يا معلم درغام تزعل، حقك. ازاي البوليس يقتحم الفرح كده علشان يقبض على كبير قطاعين الطرق، الرئيس درغام اللي اشهر من النار على العالم؟ مش كده يا معزوز؟ مظبوط يا فاطين. يعني انت ما كنتش متفق مع البوليس وعامل لنا كمين يا سيمتر اللي ربع انت؟ لو سمحت يا جحش انا ما بتكلمش معاك دلوقتي، انا بتكلم مع الرئيس درغام. ما تولعش بقى، كفايه اللي انا فيه. مظبوط يا فطين. رد على الراجل بتاعي. يعني انت ما كنتش تعرف ولا موالس مع الضابط الجديد؟ انا اعمل كده يا معلم درغام؟ انا اتامر عليكم؟ دي مش من اخلاقي ابدا. وبعدين يعني انتوا حراميه كمل يعني، وشركم مغرق الجزيره كلها. انا ما اعملش كده ابدا ابدا. لو عم عزوز يعمل كده اصدقك. مظبوط يا فطين. اهو ماشي يا عم المتر، هصدقك واكدب مخي. انت هتصدقه يا معلم درغام المتر وربع دوت؟ ما تتنيل وتسكت بقى يا جحش. انت الراجل مصدقني؟ لا، وبعدين حط في بقك حزمه برسيم واسكت. اسكت بقى. مظبوط يا فطين، برسيم كويس عشانك. يا ريت بقى يا معلم درغام تسلمني امي وعروستي وتخلينا نمشي، ويا دار ما دخلك شمس. مش قبل ما تنفذ الاتفاق اللي كان بيننا. اتفاق يا معلم درغام؟ ده ايه الغلب ده يا ربي؟ الراجل بتاعي يطلع براه في جلسه النهارده. حصل ما حصلش ايه الفتحه على حريمه دي برضو اصول يا معلم درغام؟ دي اصول؟ هي دي الرجوله؟ مش مفشفشين، مش عاملين صد ولا نروط. انا بهوش بس يا عم عزوز، ما تقلقش. من غير تهويش وكلام ماسخ، الراجل يطلع براه اهلا وسهلا. ما حصلش يبقى الكلام خلص كده يا معلم درغام كده. طيب شوف بقى دي، عايزين نطمن على حريمنا بقى لو سمحت. ايوه عايزين نطمن على حريمنا. يعني لو هو فين؟ من عينيا. هات قدامك يا سيدي المعلمين. امي حبيبتي دراعي يا موغاه. انا بقول لك اهو وبحذرك يا درغام، امي لا. وانا بقول لك اهو بحذرك يا درغام، بنتي لا. يعني انا اللي وقعت من قعر القفه؟ عزوز طلعني. عزوز ما تتحدي بقى يا وليه. على سلامة يا رجاله، وما تنساش يا بيت الراجل يطلع براك. ماشي يا درغام، تمسكنا من ايدينا اللي بتوجعنا؟ ماشي. يلا بينا يا عم عزوز. يلا بينا يا عم فطين. يلا يا جوه. سبتونا ايه؟ جوه جوه. بس الموقف مؤثر قوي. الجزيرة هنا بزي القاهرة لحضرة الظبط. بس يا فندم درغام وامثاله خطر على الامن العام. في كل مكان موجود اللي زي درغام. وبعدين مفيش حد من اهل الجزيره اشتكى. ليه بتعمل كده يا فندم؟ الناس خايفه. سياده الوزير كلمنا النهارده بنفسه حضره الضابط بعد اللي وصل له من اللي انت عملته في المستشفى، اللي استقبلت المصابين من رجالتك. يا فندم انا عملت اللي عليا، بس الامكانيات اللي معايا اديك قلتها. مفيش امكانيات. لما الوزاره توفر لك الامكانيات اللازمه ابقى اعمل اللي انت عايزه. لكن دلوقتي نهود ونعدي، عايزين نعيش اليومين اللي فاضلين دول على خير. ما تفتحش علينا عيون الوزاره. وبعدين الجزيره طول عمرها مسالمه ونسبه الاستقرار الامني 100%. يا فندم نضال، انا وافقت على انتدابك من القاهره لجزيره الورد هنا عشان تستجم بعد اللي حصل، مش عشان تدور على المشاكل. انا هتجاوز المره دي عن اللي حصل ومش عايزه يكرر تاني. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. قضيه 43 المتهم فيها عباس الحمار. موجود يا فندم. انت عارفين اسمي؟ الدفاع. فطين علي حسين الجرح يا فندم، حاضر عن الحمار. ايه ده يا استاذ فطين، انت متبهدل كده ليه يا خناقه؟ لا يا فندم دي جوازه. عقبال عندك يا فندم، كانت ليله دخلتي امبارح. اللي حصل فيك ده كله من ليله واحده؟ ده احنا جبال قوي.
لو عايز تأجل يا استاذ فاطين نأجلك. لا والنبي يا ريس ابوس ايدك، ده فيها ارواح ممكن تضيع. اتفضل بقى سمعني دفاعك. يا رب سامحني. المحضر يا فندم بيقول ان عباس الحمار ضرب نار على كمين الشرطه على الطريق السريع، وتم القبض عليه بعدها بيومين يا فندم في محطه القطر، وكان معاه فرد روسي، والشهود اقروا ان الحمار هو اللي ضرب النار على كمين الشرطه، وان الفرد الروسي اللي وجد معاه اثناء القبض عليه يا فندم هو السلاح المستخدم. مظبوط مظبوط. تقرير الطبيب الشرعي والبحث الجنائي يا فندم اقر رسميا ان الرصاص اللي انضرب على الكمين بتاع الشرطه ده من بندقيه بلجيكيه الصنع وبتشيل 40 طلقه، وده يا فندم طبعا بيتنافى تماما مع المحضر وشهاده الشهود. طلباتك يا استاذ فطين. يا رب سامحني. انا بقى طالب يا فندم مش قادر اعمل. مش قادر عشان خاطر امك ومراتك سيبك من مره ثانيه. يا استاذ فطين ما تيجي تكمل مرافعتك. بقى طالب وكل اسف واسى وحسره ببراءة المتهم يا فندم مع تغريمه لحمل سلاح دون رخصة، وشكرا يا فندم. النيابة ليها تعقيب؟ لا يا فندم. رفع للجلسة الاستراحة الحكم آخر الجلسة. تعال تعال يا فطين يا ابن ماشي. خلاص بقى ما تعملش في نفسك كده. اهو كده الكلام ولا بلاش يا متر. ينصر دينك يا استاذ فطين. سكة الحمار ده عم عزوز لاحسن ثلاثة بالله العظيم هرتكب جريمة وموتها. حاضر. يس. محكمة! محكمة! ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده يا سمير؟ معلش في سيادتك عقبال اولادك كان دخلته امبارح يعني وتعبان. الجواز شقة. الجواز شقة. والمطلوب مني بقى ان انا اروح انقطه وبتاع. امشي روح صحيح. بس شكلك تاخد باص. استاذ فطين اصحى احنا في محكمة. احترم نفسك يا درغام الكلب. كله الامر. شهري ماشي. انت كمان بتحلم؟ اصحى يا استاذ احنا في محكمة. يا استاذ فطين الماضي بيندم عليك اصحى. انا اسف يا فندم انا اصل انا ما نمتش من ليلة امبارح. روح صح اللي جنبك ده بعد اسم القلب. ايه قلة الاحترام دي؟ نايم في المحكمة؟ عم عزوز اصحى عم عزوز، انت صوت شخيرك جايب لاخر الشارع. اصحى. اقول لك يا درغام الكلب انت كل اللي بنتي. شهر ماشي. شهر مين يا عم عزوز؟ انا فطين يا عم. اصحى بقى بدل ما نمتص شهر حبس. انا فطين. ايه اللي جابك البيت عندنا؟ ايه ده؟ مين الناس دي؟ الحمد لله يا فندم صحينا. بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد سماع شهاده الشهود قررت المحكمه براءة المتهم عباس سيد الجعير الشهير بالحمار وتغريمه 5000 جنيه لحمل سلاح بدون ترخيص ومصادرة السلاح. رفعت الجلسة. نحيا الحج. حسبي الله ونعم الوكيل. أول مرة أكسب قضية يا عم عزوز وأنا مش راضي، لأن القانون اللي المفروض يخدم العدل هو نفسه بثغراته اللي يخدم الباطل. خشوا برجلكوا اليمين يا عرايس، حصوا فين اللي ما يصلي على النبي 5 و5؟ مبروك يا ضنايا، جوازة الندامة، جوازة زبالة. الله يبارك فيك يا حماتي. مبروك يا ولاد. يلا يا شهر. يلا في ايه؟ انت مسددت رميت بنتك وعايز تجري. روحي ياخدي حطي نفسك في مية ساقعة عشان ترتاحي والعيال يرتاحوا. هو كل اللي حصل ده ما هدكيش؟ لا
لا ما تهددش يا غالية وتلمي بقى عشان سكتلك من الصبح. طيب يا جماعة بقى نسيبكم انتوا تتخانقوا على راحتكم علشان ورانا دخلة. يلا يا اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. خمسة وخمسة. عايزة ايه يا شهر؟ عايزة خراب لبنتك؟ والله ما حد جاب الخراب ده غيرك انت وابنك. استني بس يا شهر، عيب كده. اسكت انت خلاص، كلنا نسكت وشهر تحكي. ايوه احكي يا شهرزاد. كو 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 كو. اخيرا بقينا لوحدنا يا حبيبتي. اخيرا يا حبيبي. انا مكتوب قوي. اخيرا اتجوزت. فاطين، فاطين يا حبيبي انت فين؟ فاطين. كان عندك حق يا ماما. بص بقى بنت الناس كده وتصحصحيلي وتتعدليلي. حاضر يا حبيبي. بقولك ايه، بلا حبيبي بلا زفت، الكلمة دي ملهاش وجود النهاردة خالص، كل كلامي يتسمع وتحط حلقة في ودنك يا قطر. حاضر يا حبيبي. ييه هتقولي تاني حبيبي. بص بقى يا قطر بنت الناس، انا هسمح لنفسي ان انا هنسى الماضي وكل اللي فات بالقدم البقلاوة، ها؟ ونبتدي صفحة جديدة ناصعة البياض. ماشي؟ ماشي يا حبيبي. نرفزيني بقى وعصبيني وخنقيني. خلاص ماشي يا ابن الناس. موتيني بقى مقص عمري قطر. يا حبيبي انا مش عايزة اموتك ولا حاجة، انا بس عايزة اقولك ان امي مقعداني ومحفظاني الوصايا. تحب اسمعلك؟ لا. واحد، جوزك على ما تعوديه تديله فوق نفخه يمشي زي المسطرة. اتنين، بس يا قطر بدأنا بقى في البدنجان المخلل. كلام امك ده امسحيه من الذاكره باستيكه، انت تسمعي كلامي انا وبس يا قطر. الوصايا بتاعت الست امك دي بتخرب بيوت، يعني ان شاء الله هتخليكي تتطلقي في خلال ساعه، والساعه ما اصلها خمس دقايق. مفهوم يا قطر؟ مفهوم يا حبيبي. حلو قوي. اولا امي ثم امي ثم امي، يعني امي تحطيها في عينيكي اهم حاجه. مفهوم؟ مفهوم يا فطنتي. ثانيا كل الجوازات الفاشلة لا قدر الله بتفشل ليه؟ عشان الوصايا بتاعت امي. برافو عليك يا قطر. وكمان علشان بيبقى فيه أنانية، يعني كل واحد من الزوج والزوجة بيبقى عايز ياخد بس مش بيدي. اما الجوازات الناجحة بقى ان شاء الله بتنجح ليه؟ علشان ما فيهاش امي. ضحكتيلي. صح، وكمان بيبقى فيها حب واخلاص وتفاهم، يعني كده اخد وعطا. مفهوم يا قطر؟ مفهوم يا فطنتي. الحمد لله. دلوقتي بقى نبدأ حياتنا الزوجية الناجحة إن شاء الله. يلا بقى بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله، نقرأ الفاتحة. ولا الضالين آمين. الحمد لله. دلوقتي بقى جاء وقت الدلع. أهم حاجة يا قطر الزوج بيحبها اللي هو فاطين، يعني بحبها موت، الدلع. يعني لازم بقى الست تدلع جوزها بقى. يلا دلعيني يا قطر. حاضر هدلعك يا فاطين. ايه؟ يعني ادلعك وبعدها يا فاطين؟ امال فين كلمة حبيبي اللي كانت كل شوية كده البنا في بقك؟ ولا وقت بقى بنعوزها دلوقتي ما نلاقيهاش يا قطر؟ خلاص يا حبيبي ادلعك. يلا دلعيني. يلا زغ 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 فاطنتي يا حبيبتي، انت رحت فين؟ طيب على الباب. اهدى شوية، اهدى. ما صدقنا العرايس تقفل عليهم باب. جود ايفنينج. شور انتي جاليا رايت؟ تطلعوا امتى دول؟ مين دي واديه بسكليت؟ انا عارف يا ام فاطين، من ساعه ما وصلت وهي عماله بترطم بالشكل ده ما فهمتش منها اي حاجه غير اسم الاستاذ فاطين، قلت اجيبها على هنا. جدع وفالح طول عمرك. يلا روح انت بقى يا واديه بسكليت. طب مش عايز اي هدمه تانية يا اصل؟ What did you say؟ جيب مي بكشيش. تابس؟ نو بكشيش. اوكي اوكي تفضل. ثانك يو. شكلها كده ضعيفه قوي في الانجليزي، اول ما اتكيت عليها على طول كده اتكلمت بالعربي. سلام عليكم، جود مورني. وير كان اي فايند فاتين؟
تعالي هنا استني، انا مش فاهمه منك ولا كلمه. دخلت ارمحي في الشقه كده ولكنها شقه ابوكي. انت مين؟ ام دانكا. خانكه والنبي باين عليك الجنان. وير از فاتين؟ اي وان تو سربرايز هيم. انت هتتنططيلي رنخي هنا لما اشوفه لك عشان ده عنده دخله. الواد يا حبه عيني من ساعه ما اتجوز مش عارف يدخل. وات دخله يا اختي دخله، ودي هفهمها لك ازاي. تعالي تعالي ما دخلك ودي هتفهم صالون منين. تعالي تعالي ورايا يا اختي. لسه يا فرحتي. انت بتعمل ايه يا فاطين؟ بتبص على عروستك من خرم الباب؟ ايوه اما تعالي بصي معايا. يا مسبتك في ابنك يا غاليه. بس يا ما بس بس انت فهمت ايه؟ احنا خلصنا مرحله الدلع ودلوقتي بنلعب استغمايه. جت هنيله اللي عايزه دلع. ياما وطي صوتك لا تعرف انا مستخبي فين. سيبك من الاستغمايه اللي انت فيها دي وتعالى شوف الخنكه اللي جات لنا. خنكه؟ خنكه ايه؟ يا ساتر فاتين. دنكة. How are you, Fatin? I miss you so much. وحشني كوي. I miss you. وانت كمان. وانت وحشاني كوي كوي كوي. وحشتيني يا زبادي. زبادي؟ يا نهار اسود. لا ده بقى رز بلبن. يلا يا بنت على بنت ابوكي بلا مسخره وقله ادب. يا حماتي افهم الموضوع الاول. موضوع؟ موضوع ايه يا بموضوع؟ ما هو واضح اهو زي الشمس كمان جايه لك لحد البيت. ياه طب ما تنطقي انت ياما. انا بصراحه المره دي مش قادره انطق. ده انت قلت لها يا زبادي يا فاطين. ايه انت بتكلمي انت يا دنك؟ I miss you so much فاطين. وحشتني قوي. مش دي مش دي مش دي هتخربي بيتي. انت بتكلمي انت يا قطر يا حبيبه قلب فاطين. مش احنا كنا خلاص بدانا في مرحله الدلع واخر دلع وكنا بنلعب استغمايه واخر روقان؟ ايوه يا حبيبي اهو. بتلعبني استغمايه عشان اغمي عناية عن اللي بيحصل ما بينك وما بينها. يا اخوانا اسمعوني بقى وبعد كده ابقوا احكموا عليا. ده ايه الغلب ده يا ربي؟ الحمد لله ان عم عزوز استجاب لتليفوني وجه في الوقت المظبوط علشان بقى يحكم ما بيننا. الحكايه وما فيها يا اخوانا ان انا لما روحت المركز الثقافي الاسكتلندي علشان كانوا هناك عاملين ندوه عن الحريات وعن حقوق الانسان، قابلت هناك دنكه وعرفت انها امريكيه وهي كانت ساعتها معجبه جدا جدا بالبحث بتاعي. حصل يا دنكه؟ حصل فاتين. اتكلمت معاها وعجبتني. نعم قصدي عجبتني ارائها. ارائها وخصوصا بعد ما وقفت وانتقدت معامله امريكا ومعاداتها للعرب بعد احداث 11 سبتمبر. حصل يا دنكة؟ حصل فاتين. ومن ساعتها واحنا بقينا اصدقاء وبنتراسل مع بعض على النت. وكنت مره كده غلطت فيها والله يا قطر يعني وعزمتها عزومه مراكبيه على سبيل المجامله انها تيجي مصر هنا تقعد يوم ولا اتنين. ما كنتش اعرف بقى ساعتها انها تقفش في العزومه وتطب علينا كده من غير لا احم ولا دستور. حصل فاتين. استني يا دنكة على فكرة انا ما قلتش حصل. يا اخوانا دي غنية جدا شغالة عند صاحب اكبر دار نشر في نيويورك المليونير اليهودي المعروف حيين باسيلي. يهودي وفي بيتي؟ يا لهوي يا ليلة سودة. تطلع بره بيتي وما تقعدش فيه ثانية واحدة. ياما استني انت ثانية واحدة. ادي اخرتها يا عزوز. جوزت بنتك جاسوس لاسرائيل. يا فضحتك يا بنتي وانت لسه ما دخلتيش دنيا. جاسوس ايه يا حماتي؟ جاسوس ايه؟ انتوا ما بتصدقوا؟ ما تقول حاجة يا عمي. عم ده انت العم يا علاء. ايه؟ انا هقول انا وطنيتي بتنقح عليا وبتحتم عليا اني ابلغ المخابرات المصرية. كل يا حبيبي بالهنا والشفا. الله هاتي بقى تفاح انا اكلت موز كتير. حاضر يا حبيبي. تسلم ايدك يا قطر يا حبيبتي. انت عارفه يا قطر احنا النهارده بس اقدر اقول اننا اتجوزنا. يا حبيبي احنا حياتنا بعد كده كلها تبقى كده، تبقى حياه مليانه سعاده وحب فحب. الله ايه الحنيه والرومانسيه دي يا قطر؟ انت كنت بتتفرجي على مسلسلات تركي النهارده؟ لا يا حبيبي انا بحبك كده من غير ما اتفرج على اي حاجه. الله. طب بقول لك ايه بقى يا قطر، ايه رايك بقى واحنا في الحاله الرومانسيه الجميله دي ننام ها علشان تبقى ليلتنا تبقى ولا الف ليله وليله. ايه في ايه مالك يا بت؟ في ايه انت اتكهربت ولا ايه؟ بوب 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 ايه عضيت لسانك؟ لا مش هبص ورايا الا لما تقولي الاول. فار مش انا ده كبير قوي يا فاطين؟ راجل يعني هو فين ده؟ وراك.
ورايا. يا اما كل يا دناي، كل يا نور عين، انت نايم من غير عشق. كل يا حبه عيني، كل يا دنايا، كله من خير ابوكي وامك. حاضر يا ماما، انا باكل اهو. منوره يا حماتي. الله ينور عليك يا عينيا. يا سلام، الفرحه بتبظ من وشك. مبروك يا قطر يا بنتي، سيبك من امك وكلام امك، انت منوراني وماليه عليا البيت. بجد يا طنط؟ طنط ايه يا بنت؟ قولي لي يا ماما غاليه. حاضر يا ماما غاليه. ايوه يا حبيبتي ايوه، ابليه في البيت وخديها في عبك. ماما هي انا، فاهمه ولا لا؟ يا حماتي ده انت الخير والبركه كلها. ايه حماتي اللي ماسكه بقك على طول دي؟ لبانه حماتي. حماتي ايه؟ الله، امال عايزين اقول لك ايه حماتي؟ تقول يا شهر هانم ولا اقول لك يا شهر مايو احسن؟ حلوه حلوه والله حلوه. عزوز وحشه يا حماتي. يا حماتي ده انا بهزر معاك، انت زعلتي ولا ايه؟ انا محدش يقدر يزعلني يا اخوي، بس المهم عندي انك ما تزعلش بنتي وتحطها جوه عينيه. حاضر يا حماتي. يا قمر، قطر دي يا سلام، حد يقدر يزعل قطر؟ دي قطر دي الهنا كله، دي وش السعد كله، دي قدم الخير علينا كلنا ان شاء الله. طيب يلا بتخبط. طيب هو كله مستعجل النهارده ليه؟ كل يا دنايا كل. طيب طيب طيب، الحقي يا ست غاليه الحقي. مالك يا واد بسكليته؟ ومالك مشروع كده ليه؟ الاستاذ فاطين فين؟ انا هنا اهو يا بسكليته، تعال تعال. في ايه؟ الارض البحريه بتاعتكم. مالها يا واد؟ وقعت على بنتك. شايف الحفر واللودر شغالين فيها؟ دول كمان بيبنوا فيها سور. ادم البقلاوه اشتغل. ما تعرفش مين يا بسكليت؟ تبص لي هنا، ما تعرفش مين؟ اه بيقولوا الشركه الجديده دي اللي عامله المشروع السياحي، حاجه كده اسمها المنتجع. على اساس ان الارض مالها صاحب، هتعمل ايه يا فاطين؟ ما تقلقيش يا امي، ما تقلقيش، ده انا هفرجهم. البلد دي فيها قانون. طيب طيب، واقفين ورا الباب. الله، ها يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. صباح الخير يا حماتي، تعالي قطر. اهلا. تعالي. ازيك يا ماما؟ والله يا كويس انك لسه فاكره ان ليكي ام تسالي عليها. يا حماتي معلش، احنا اسفين يعني ان احنا جينا لك كده على الصبح من غير لائحم ولا غندور، بس انا الكنبه كسرت ظهري فكنا لازم نجيلك. طب وانا مالي ومال الكنبه يا اخوي؟ مالك ازاي يا حماتي؟ ده انت مالك ونص وتلات ارباع كمان. ما انتوا بقى ما تتخانقوش مع بعض، وانا اللي اشيل الليله في الاخر. تعالى يا عم عزوز، تعالى خش. خش تعالى، اتفضل تعالى. ادخل بيتك. السلام عليكم. وجاي هنا برجلك يا عينك يا جبل. حماتي السلاح يطول يطول ولا يقصر، انا ما بخاف. يا ست احنا بنخاف، احنا بنخاف. انا وبعدين ده احنا في بيتك يا حماتي. موسى اتصرف جالك من السحر. انت بالذات ما تتكلميش، ولو طمعانه فيه يا اختي خديه واشبعي بيه. نو انت فاهم غلط، عزوز بيحبك بس لازم اهتم بيه شويه. مساكل مساكل مساكل، جيب نكد. ايوه يا ماما، والنبي اسمعي كلامها، هترتاحي واساليني انا. وبعدين يا ماما انت عارفه ان بابا طيب وعمره ما زعلك. عشان خاطري بقى خليني اروح الشغل وانا مطمنه. يلا يا عم عزوز، انزل كده ووطي وبوس جزمه مراتك. يلا. اهو ابعت كده. يلا بينا يلا بينا. ايه اللي يلا بينا يلا بينا وما بتصدق كده؟ بقولك يا قطر، خدي دانكا واسبقوني. حاضر، يلا يا دانكا. باي باي يا ماما. با يلا. بالراحة ميس السهر، and smile. اضحك يا سندونيا اضحك. بصلي كده، بقولك يا عم عزوز ده شغل حريم، استحمل بقى شوية. ها، وبعدين انا مش كل يوم هنملك بره على الكنبة. خلاص اجي معاك وهنام انا على الكنبة. ما ينفعش يا عم عزوز، ما ينفعش. وبعدين بقولك ايه، خلي بالك حماتي عامله دلوقتي زي الاسد الجريح، يعني لو ما ماينتش معاها ممكن تقطعك حتت وتحطك في اكياس. صدقني انا النوع ده انا عارفه كويس. بص بتبص لك شزر ازاي. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ بص يا عم عزوز، اللي بدا بقى مشوار مش بقى، اللي بدا مشوار لازم يكمله للنهايه، وانت بدات مع حماتي من زمان. يعني لو قربت منك وهي ماسكه السكينه واديتها لك في بطنك، موت وانت مطمن، وانا هبهدلها لك في المحاكم. فكره كده؟ يا اما بص اتجنن انت كمان وامسك لها سكينه، ويبقى كده بقى خلصنا منكم انتوا الاثنين. السلام عليكم.
فتيان هذا فتيان. يا قط يا قط تعالي افتحي الباب. حاضر يا ماما غالية جاية اهو. هفتح انا اهو. ماشي. هاي كتر. ايه ده؟ ده انت كنت فين؟ تعالي بسكلت حطي حاجات هنا. ايه ده؟ الله 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 اللهم صل على النبي. ايه ده يا دنكا؟ بقيتي تنزلي لوحدك دلوقتي؟ يا سجل. اي خدمه تانية يا مستر كنكا؟ ثانك يو بسكليت. دي بكشيش. والله ايه كلك ذوق خواجايه بس بنت بلد. بقول لك ايه؟ انت خدتها فين؟ قالت لي عايزه محل ملابس، وديتها عند سنتر ام عباس اللي على رصيف المحطه. وعرفت تشتري كل الحاجات دي لوحدها؟ دي بتفاصل ولا بنات بولاق. سلام عليكم. ثانك يو. السلام عليكم. ازيك يا بسكليت؟ ازيك يا قطر؟ ازيك يا دانك؟ ازيك يا مام؟ بعد اذنكم بقى. ايه ده؟ تعالى يا فاطين، ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ ايه مالي يا قطر؟ ما انا كويس اهو الحمد لله وزي الفل. زي الفل ايه يا ابني؟ ده انت بتشر ميه من كل حته يا دناي. ما انا بقى يا امي كنت ماشي كده في الشارع وكان الجو حر قوي بس بقى وبعدين وانا ماشي بقى كده مش طايق نفسي ولا طايق اي حد بقى، فلقيت بسين ماشي في الشارع فنزلت فيه بقى. ايه الغرب ده يا رب؟ بقى لقيت بسين في الشارع فيه خط غوص، مش كده؟ انت كنت فين يا فاطين؟ عند النايب حسن الغول. يبقى هو اللي رماك في البسين يا دناي. ايوه يا امي رموني في البسين. الجبابره والميه تلج والجو ايه تلج يا امي، ساعتين في الميه لغايه لما نشفت. يا قلب امك يا حبيبي. خش يا اخويا غير هدومك، خش يا قطر مع جوزك لحسن ياخد برد. حاضر، هو ياخد دش ويريح شويه. ريح انت بس يا قطر. لا بعد اذنك. حبيب امك. بعد اذنك يا امي. حبيب امك يا حبيب امي. واتخد برد. تعالي بقى يا دنكا فرجيني جبتي ايه من ام عباس. فاطين فاطين يا حبيبي، انت هتنام ولا ايه؟ ده انا مجهزه الشموع من بدري. رومانسيه بقى وكده. اتمسي يا قطر، اتمسي ونامي احسن لك. ليه بس يا حبيبي؟ انت مش المهمه اللي كنت فيها انت وبابا، تمت على خير. بابا؟ ايوه يا اختي تمت على خير، تمت على خير باماره الدقرم. دقرم؟ مين دقرم ده؟ يبقى اسال ابوك وهو يقول لك يا قطر. الدقرم اللي كان بيسرح بالاراجوز في الموالد. اراجوز ودقرم؟ انت مالك النهارده يا حبيبي؟ كويس؟ اوعي ايدك انا ما ماليش، وسيبيني بقى انام احسن لك، سيبيني انام احسن لك. ها؟ طب يا حبيبي قوم فوق كده وطص وشك بشويه ميه. مالكيش دعوه بوشي، وشي ده من طص بما فيه الكفايه لحد ما غرق. سيبيني بقى انام، ده ايه الغلب ده يا رب؟ غالية. انا مش قلت لك يا قطر ما تاكلهاش من الملوحه والفسيخ؟ ما هي اللي طلبت، يعني قولها لا. ايوه قولي لها لا يا بنت. اسمعي كلامي بقى مره واحده في حياتك بقى. بطلوا بطلوا نقار بقى. خير يا دكتور سعدون؟ مش خير خالص، ده اسمه تهور، اسمه اندفاع. بوي بوي بوي، بقى انسه رقيقه زي دي تاكلوها في سيخ وملوحه، ده ايه الفقر ده؟ جرايه يا دكتور سعدون. يا راجل بلا دكتور بلا نيله. على العموم انا اديتها مطهر معوي وهتبقى كويسه، بس البتاع الفسيخ والملوحه دول يترموا في الزباله. يترموا في الزباله ايه يا عم انت يا عم؟ بقول لك يا دكتور سعدون انا دافع فيهم 30 جنيه ولسه ما اكلتش منهم. جرايه سعدون يا راجل، خد ال 30 جنيه مني وارميهم، بلاش مرض بلا جهل بلا عرف. انت بتتعصب عليا يا سعدون؟ اولا بقى ما تسخناش علشان نروح نرميهم وانت من ورانا تروح تاكل منهم. ثانيا اهي مرات اهي الحمد لله كانت منهم، حصل لها حاجه؟ فاطيني فاطين الحقني الحقني. ايه ايه يا دكتور سعدون بقى؟ ما تخلصنا، انا تعبت منك. على الله بقى تحافظ عليه المره دي. مبروك يا سيدي البدن عش. بتقول ايه؟ انت متاكد يا دكتور؟ طبعا متاكد، مش هو دكتور وعارف. مبروك يا فاطين يا ابني، مبروك يا حبيبي، مبروك يا قطر يا بنتي. الله يبارك فيك يا ماما. مبروك يا قطر. تعالى بقى يا دكتور سعدون يا وش السعد، تعالى خد حلاوتك. والله مش خساره فيك، انت مرزق انت مرزق. 5 جنيه هم بحالهم. 5 جنيه يا متر؟ يا دي انت عندك برضه؟ طب ده انا اقل بهيمه بتيجي تكشف عندي في العياده باخد منها 12 جنيه،
طب دي الحمارة اللي جايباني بره باكلها ب15 جنيه في اليوم. ايوه اوعى كده يا شيخ. شيك بهمة ايه وحمارة اللي بيتكلم عليها دي يا فطين؟ ما هو الدكتور ساعدون ياما وانا ما قلتكيش. لا يا اخويا ما قلتليش. مش الدكتور ساعدون دكتور بيتر ياما وهو موكل يعني عندي. ما يا دكتور ساعدون. يس دكتور بيتري. الحمد لله كده بقى يا فطين المرافعة بقت عالي العالي. ننام بقى بسرعة قبل ما المرافعة دي تتنسي. تنام ايه؟ يعني انا قاعدة بقالي 3 ساعات مستنياك وفي الاخر تقولي انام؟ قطر يا حبيبتي الليلة دي مش وقت رومانسية خالص. انا عندي جلسة مهمة بكرة الصبح ولازم انام دلوقتي حالا. تصبح على خير بقى. انا عارفة ان انت الصبح عندك جلسة مهمة جدا بس انا قاعدة مستنياك عشان حاجة تانية. قولي يا قطر يا حبيبتي قولي بس اوجزي علشان لازم انام حالا. يعني انت مش مبسوط ان ربنا هيكرمنا ويبقى عندنا بيبي؟ تصبح على خير يا قطر. ايه يا فطين؟ فطين حبيبي فطين اصحى يا حبيبي. ايه يا قطر ايه مالك في ايه؟ هو ده يعني سؤال يتسأل؟ طبعا يا حبيبتي فرحان ومبسوط ومزقطط بس مش لازم اقول يعني. ايه مش باين عليا؟ طب قولي بقى هنسميه ايه؟ اصل انا محتاره قوي. نام يا قطر وما تطينهاش على دماغك لان اولا لسه بدري جدا على موضوع الاسامي ده. ثانيا انا خلاص مجهز الاسمين من ساعه ما عرفت يعني مفيش حيره ولا اي حاجه. نامي بقى يا قطر. طب قولي بقى ايه الاسمين دول؟ ييه ده ايه الغلب ده يا ربي؟ يعني انا يا قطر مش هنام في الليله دي؟ عشان خاطري يا فطين عشان خاطر مراتك حبيبتك. خلاص يا اختي خلاص ما تقوليش بوزك كده خلاص. اسمعي يا ستي ان شاء الله لو ولد انا هسميه سنهوري. ايه ايه سنهوري ده؟ حرام عليك طفل جميل بريء صغير كده نسميه سنهوري؟ وماله السنهوري؟ ما انت اصلك جهله. السنهوري باشا ده يا حبيبتي يعتبر علم من اعلام الفقه والقانون في الوطن العربي كله. ولد عام 1895 وحصل على ليسانس الحقوق سنه 1917. نام يا فطين يا حبيبي. نام مش عندك جلسه الصبح؟ نام يا حبيبي يلا خش نام. عين وكيلا للنائب العام سنه 1920 ثم سافر الى فرنسا للحصول على الدكتوراه. نام يا فطين يا حبيبي. اقول لك حاجه انا اللي هنام. تصبح على خير يا فطين. شغل منصب وزير المعارف 4 مرات ثم عين رئيسا لمجلس الدولة من عام 1949 حتى 1954 وتعتبر مؤلفاته ثروة للمكتبة القانونية. عرفتي بقى مين هو السنهوري يا جهلة؟ عرفت. ممكن بقى لو طلعت بنت تسيب المهمة دي عليا؟ يا حبيبتي يا حبيبتي انا مش عايزه اتعبك وانت اموره كده وعسوله. انا خلاص اخترته براءة. ايه بقى هو الاسم؟ ما انا لسه قايل براءة. وده بقى من باب التفاؤل. يا سلام تخيلي بقى كده لما اسمي يلعلع يلعلع كده. الاستاذ فاطين ابو براءة راح والاستاذ فاطين ابو براءة جه ده احنا هينزل علينا القضايا ايه ترف 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 مش هنلاحق. ما هو ابو براء بقى هو اللي هيترافع بقى. هبقى اسم على مسمى. بنتي قطر قطر بنتي قطر انت نمتي؟ طيب تصبحي على خير بقى يا ام السنهوري ولا اقول لك يا ابو براء احسن؟ ياه الواحد مش جاي له نوم. لما اقوم بقى اعمل لي سندوتشين حلاوه بالقشطه. براء سنهوري ده ايه الغلب ده ياما؟ وحشينا يا دنك ده احنا كنا خلاص خدنا عليكي. بيكلمي تطمني علينا واول اجازه لازم تنزلي تزورينا. بالسلامه يا حبيبتي ما تقطعيش الايميلات. رحلت ما بشرتني بالرجوعي واوحت الي الليالي بالبعاد. ما قالت لي يومين ولا اسبوعي ولا اعطتني ولا حتى معادي. مش انتي فاطين انت هزين عشان انا مسافر؟ لا بس متأثر بس بالكلام بتاع عم عزوز شوية. فاطين انا مش عارف كلك ايه. Thank you so much. مع ان يا دنكا ما بحبش لحظات الوداع دي لكن انت هتوحشينا. الوداع. Thank you. مش عايز حاجة فاطين من جرماني؟
انا رايح عشان في مؤتمر حقوق انسان. لا عايز سلامتك بس انا سمعت ان هم في هناك يعني جواكت كده بفار وبطنه فار وبتدفي، لو تبعتي لي واحد من هناك يبقى كتر الف خيرك. باي فاتين. باي. خلاص كل الشنط استتفت في العربيه وكله تمام التمام، بس السواق الليموزين مستعجل قوي. ثانك يو بسكليتا، اشوف السكن بهير. اقسم بالله تستاهل المنديل بنت حلال مصفي. يا قطر يا قطر انت فين؟ ايوه يا ماما، مش كنت بعمل لك شاي وحاجه تاكليها؟ تعالي بس الاول واقعدي. ايوه يا ماما. انا عايزاكي تسمعي كلامي وكويس ان مفيش حد هنا. ليه خير يا ماما؟ في ايه؟ مش خير يا حبه عين امك. يا بت يا بت مالك مفرفشه كده وشايفه نفسك ورايحه جايه؟ يا بت ده انت حامل. يعني اعمل ايه يعني يا ماما؟ تستموتي فيها يا عبيطه. ايوه علشان تدلعي، ده انت حامل يا بت. ايوه ماما بس انا كويسه قوي. هبله وعبيطه زي ابوكي. يا بت يا بت تعرفي قيمتك كويس. الله ده انت هتجيبي ولي العهد، يبقى لازم يعرف قيمتك. ايوه يا ماما بس فاطين عارف قيمتي كويس، وبصراحه ماما غاليه بتعاملني احسن معامله. بمرت ايه يا عينيا؟ بمرت ما هي سايباكي تغسلي وتطبخي وتنضفي وتنشري وتمسحي، ها؟ وهي والمحروس بيتفسحوا بره. ما هو عشان النهارده في جلسه يا ماما. جلسه مش جلسه اللي هقول لك عليه تنفذيه بالحرف الواحد، فاهمه ولا لا؟ اسمعي، ما تعمليش حاجه في البيت وتنك قاعده، واللي ينادي عليكي ما ترديش، صوتك يوطى خالص وتقول اه تعبانه يا ناس، الحقوني يا ناس، مش قادره يا ناس. انا اعمل كده يا ماما؟ ايوه يا حبه عين امك تعملي كده. خش ياما. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله على السلامه يا ماما. الحمد لله على السلامه يا فاتين. ازيك يا شهر؟ كويسه يا حبيبتي، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا في المشوار اللي كنتوا فيه. مشوار ايه يا حماتي اللي هنتبسط فيه؟ واحنا كنا رايحين الملاهي ولا رايحين رحله؟ وبعدين حضرتك بصي انا واقف على رجلي من صباحيه ربنا يعني فقفقت وهموت من الجوع. يلا يا قطر يا حبيبتي حضري لنا الغدا. حاضر. لا ايه قلت؟ ايه تعبانه. استني يا بنتي خلاص انا هروح احضر. استني يا امي تحضري ايه؟ بقولك ايه يا قطر بطل استعباط، لحسن انا شامم ريحه كده مش ولا بد. ريحه ايه يا اخويا؟ البنت وتعبانه. لا مش تعبانه يا حماتي، بنتك اللي هي مراتي انا كنت سايبها زي الفل، ولما رجعت برضه لقيتها زي الفل، لغايه لما حضرتك زغرت لها بعينيكي استموتت واستهبلت فيها. قصدك ايه بقى يا محروس؟ انا مش محروس، انا فاطين يا شهر. بقولك ايه، انا بصي ادخلي يا بنت اعملي لهم الغدا. ادخلي يا بنت. انت بتقول لها يا بنت تاني؟ بقول لك ايه؟ لما ابنك. بقول لك ايه يا شهر؟ انا راجعه من المحكمه والضغط عالي عليا. سلامتك يا عينيا، اشربي كركديه يا حبه عين. حلوه قوي يا حماتي. ادخلي يا بنت اعملي كركديه. بنت بنت تاني؟ يا ست انت مالك انت؟ الا يا ست واحد ومراته يا ست انت؟ ست انا يتقلي منك انت يا ست؟ امال اقول لك ايه يعني يا راجل؟ اقول لك يا راجل ادخلي مثلا ولا اعمل ايه؟ احلقي شعرك تبع علشان اقول لك يا راجل. حاضر حاضر يا سيفاتين. فاتين؟ هتشوف يا سيفاتين. تعالي يا بت تعالي يلا لمي شنطة هدومك وعلى بيت امك عادل يا سيفاتين. استني بس يا شهر. حقك عليا انا، ودي راسك اهي. خلاص يبقى يعتذر وما يقولهاش يا بت تاني. تعالى يا ابني عشان خاطر امك، يلا عشان خاطر امك، يلا خلي الليله تعدي عشان خاطر. حاضر حاضر يا امي حاضر حاضر. معلش يا حماتي انا اسف، وادي راسك اهي. يلا بقى يا ام سنهوري اعملي لنا الغدا. حاضر. قلت ايه؟ سنهوري؟ انا يا اخويا اللي هسمي سنهوري ولا غير سنهوري؟ لا بقولك ايه، الحد سنهوري والشاطب. معلش يا اما بقى انا سنهوري دي بقى مش هعديها، وان كان على الخناق يا شهر اهو اهو انا مستعد. فطير يا فطير.
وانني اطالب عدالتكم باتخاذ اللازم ضد صفوه نصار الله الصغير الشريف. فاطين انت بتحلم يا ابني؟ ايه ده؟ انا فين يا ام؟ في المكتب يا عين امك. اه صحيح، معلش السنة كنت بجهز المرافعة بتاعتي فكنت مركش وراحت عليا نومة. متعب يا دنايا، ده انت من الصبح مقع عينيك وما ارتحت الثانية. ومش هرتاح يا غالية، مش هرتاح قبل ما افضحهم كلهم وارجع لك ارضك يا ست الكل. طب يلا يا دنايا خد الاكل عشان تتعشى، ده انا عامله لك كفته بالدمعه من اللي انت بتحبها يا حبيب قلبي. طب حزمي يا اما دستي على الورق هتلخبطيه على بعضه، ده انا قعدت 10 ساعات عشان ارتبه بالشكل ده. وهو يعني كده مترتب؟ اه يا اما هو فاهم. امال اعدي ازاي عشان اديك الاكل يا دنايا؟ يا امي انا عامل حسابي على كل شيء، بصي حطيه على الكرسي عندك وانا هجيله بنفسي. حاضر يا حبيبي حاضر، لكن تدوسي لي بقى وتلخبطي لي الورق. على بيه على مالك، لا تقع على وشك زي كل مرة يا ابني. مفيش ياما، انا قرد مسلسل ما تخافيش. يا لهوي اديك وقعت على وشك تاني. تسلم ايديك ياما. اسمعي بقى ياما دي، وكمان منزلين صورتي في الجورنال. استطاع المحامي فطين علي حسين الجرحي الوقوف امام المحامي الكبير سعيد القط، بل وكشف بعض اوجه الفساد في عملية بيع وشراء اراضي الدولة. الله اكبر، ربنا يبارك لي فيك يا فطين يا ابن بطني. قول. ايه ده؟ انا حاسس بسخونة في قفايا يا اما، هو في سخان هنا ولا ايه؟ ده يا فطين انا قطر مراتك. طب وانت ايه اللي موقفك يا قطر في قفايا وعمالة تنفخي كده؟ مش بنفخ يا فطين انا باكل. بتاكلي ايه بقى؟ ما كفاية اكل بقى، انت خلاص اتفجعتي. هعمل ايه بقى يا فطين؟ ما هو الحمل كده، واحد لازم ياكل عشان لازم اعوض. ما تسيبها يا ابني تاكل براحتها. ما انا سايبها يا اما، هو انا ماسكها؟ دي بتاكل وهي نايمه. طب انا النهارده الصبح صحيت لقيت طبق المحشي في حضنها. طب اعمل ايه؟ جالي هبوط وما لقيتش غير طبق المحشي. طب كلي يا اختي بقى ونسدي، كلي بقى. اسمعي يا امي بقى، الاستاذ صبري كاتب حته الدين مقاله في جريده زهره الليمون ومنزلها على النت ومكسره الدنيا. قول يا ابني قول. إن هناك تساؤلات قوية طرحها الأستاذ فطين علي حسين في مرافعته تحتاج لإجابات عن مدى الفساد الذي وصلنا إليه، وعن مدى قوة صفوة نصار الذي يستغل كل شيء لصالحه دون أن يجد من يحاسبه. من يحاسبه على الدواء الفاسد؟ من يحاسبه على شركات المياه المعدنية المشارك فيها وقد ثبت عدم صلاحيتها؟ من يحاسبه على أراضي الدولة التي اشتراها بالملاليم وباعها بالملايين؟ من الذي يخبط؟ ايه ده؟ وده وقته؟ قومي قطر، قومي بقى، بطلي حش، هزي طولك كده وافتحي الباب. طب حاضر قومي بقى احسن مش قادر. خلاص يا ست، ده احنا عبال ما نقومك يكون اللي على الباب ده حمض. خليها يا ابني دي في التاسع وعلى الاخر، انا هقوم افتح. لا خليك انت يا امه، انا اللي هقوم افتح، بس اسنديها بقى لحسن تتشقلب على ظهرها من كتر الحش. صباح الخير يا استاذ فطين. يا ريتني ما فتحت، صباح الزفت. عايز ايه درغام؟ هنتكلم على السلم كده يا عم فطيم، نخش نتكلم جوه. يا رب يا ساتر. يا رب ياخدك. انت ايه داخل مرحاض؟ عايز ايه يا عم؟ انا جاي لك في مصلحه شغل. خلاص تبقى تتنيل وتلف وتدخل من باب المكتب وتترزع لغايه لما اجي. حاضر يا عم فطيم، هلف واترزع لغايه لما تيجي بالاذن. إلهي يا رب، وانت بتلف كده تقوم واقع على سن السلمة تتفتح دماغك انت والرجالة اللي مش معاك اصلا. وحط درغام في الحجز لحد ما ان شاء الله يتعرض على النيابة بكرة. ده هي تاخده. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. الله. ايه يا قطر؟ وانا يا بنتي مش سايبك بتاكلي؟ ده ايه الغلب ده يا ربي؟ محكمة. الو السلام عليكم. ايوه فندم، فطين علي حسين الجرح المحامي تحت امرك. ايه؟ لا ده انا اجيلك واجيلك ان شاء الله تكون حتى في اخر الدنيا حضرتك. حاضر، من النجمة هركب عربيتي وانزل لك مصر. مع الف سلامة. مع السلامة. خير يا فطين؟ خير قوي يا ست الكل. واحد فاعل خير من مصر بيقول انه معاه ورق مهم جدا ضد صفوة نصار وانه متابع القضية وكمان بيدعيلي. يعني انت هتروح مصر بكرة؟ اه ان شاء الله رايح مصر. ايه في حاجة؟ والنبي اروح معاك. تروحي فين ببطنك دي؟ مفيش مروع. خلاص انت فاكرة اخر مرة حصل ايه؟ عشان خاطري يا فطين. خدها يا فطين والنبي.
هاخدها فين بس ياما؟ هتدخل العربيه دي ازاي يعني؟ ده العربيه قد كده وهي قد كده. وانت كمان يا ماما غاليه تيجي معانا، مش انت كان نفسك تزوري سيدنا الحسين وسيده نفيسه؟ اه والله انا ما نزلتش مصر من ساعه شوق ابني متاه. خلاص يبقى كلنا نروح معاك. خلاص فرحانه قوي كلنا نروح معاك. خلاص يا ستي هنروح، بس ده علشان خاطر امي مش علشان خاطرك. الهوا يا خالد، الهوا يا هوا. ايه ده؟ قومي افتحي قومي. يا حمادي ما تنطقي. عزوز ماله بابا؟ حصل له حاجه؟ جرى له حاجه؟ ابوكي زي الفل يا حبيبتي. انا هيجرى لي حاجه لو قعدت معاه. انا خلاص سبت له البيت ومشيت. ليه بس يا حمادي؟ هو كان ايه اللي حصل بس؟ ده حصل وحصل، ده انا لسه بفتح بقي الراجل اتجنن خلاص. قال لي لو هسمع صوتك في البيت ده هديكي باللي في رجلي. الله، واداكي باللي في رجله؟ قصدي يا عم عزوز يعمل كده؟ هو اكتر من كده، ده بقى عامل زي دراكولا، ده رباني الرعب، ده غلب الافلام والروايات اللي انا كنت بحكيها له. طب اهدي اهدي بس يا شهر، اهدي يا حبيبتي، تعالى اقعدي بس وهدي اعصابك. انا عامل لك كوبايه ليمون تهدي اعصابك يا حبيبتي. عيالي مسك لي سكينه يا اختي، عايز يذبحني زي الوزه. انا الدماغ زي الوزه. هي فين؟ فين الوزه اللي انا عايز اذبحها؟ الحقوني هيذبحني هيذبحني. في يا بابا؟ في ايه؟ فين اللي لازم اذبحها واخلص منها العيون السودا اللي عشتها معاها؟ دلوقتي كده مشيلي. عايزك تندمك اكتر من كده. هقتلها وانا هترافع عنك. يلا يا اما، يلا يا قطر يا اخوانا، انا وقتي بفلوس، الساعه داخله على 7 كده هنتاخر. خلاص يا فاطين يا ابني انا جهزت اهو. والشملوله فين؟ انا اهو يا فاطين يا حبيبي جايه اهو، بس كنت بعمل لنا سندوتشين كده ناكلهم في السكه ونتسلى. يعني تعملي سندوتشين وشايله لي 7 سندوتشات ليه؟ احنا نازلين صحراء جرداء لا زرعه فيها ولا ماء يا قطر، ده احنا نازلين مصر يا بنتي، يعني كل شبر محل اكل وقهوه ومقله. اها البنت بتاكل نفسها. البنت يا اخويا تعبانه وحامل يا اختي، ده البنت هفتانه. ايه اللي البنت هفتانه؟ البنت تعبانه؟ ده كله هفتانه؟ دي ناقص تاكل حيطان الشقه يا حماتي. يا اخويا 5 و5 في ايه؟ يلا بقى عشان ما نتاخرش. ايه ده ايه ده؟ استنى ما نتاخرش على فين؟ انت رايحه فين؟ رايحه معاكم. رايحه فين؟ احنا رايحين رحله. ايوه رحله، ده انا حتى جايبه ترمس الشاي وترمس كركديه وجبت كاميرا وفيلم 36 صوره. معلش يا فاطين، اصل ماما يا حرام محرومه من الفسح من زمان. يا ستي وانا مال انا؟ قال ما جوزها هيفسحها، ده ايه الغلب ده يا ربي؟ جرايا انت مش هتاخدني معاك ولا ايه؟ ها لا ما انا نفسي والله اخدك يا حماتي، بس ايوه افرضي بقى يا حماتي عم عزوز عرف ان انت خرجت بره البيت من غير اذنه، ده كان ممكن يذبحك. يا لهوي يذبحني؟ ايوه ويقطعك ويفشفشك، ده شراني انا عارفه. لا طب خلاص روح روح انت روح. لا ازاي، لازم ناخدك معانا. لو لا هتيجي معانا هتيجي معانا. ضهري بيوجعني بلاش. يلا ياما يلا يا قطر بسرعه بسرعه. مع السلامه يا ماما. سلامه يا حبيبتي سلامه. عيني عليا جت الحزينه تفرح ما لقت لهاش مطرح. مش قادره يا فاطين مش قادره. سيبي يا قطر سيبي الهدوم هتتقطع. يا فاطين مش قادره، ما تسيبنيش يا فاطين، ما تسيبنيش مش قادره. ماما هديك على بوزك وهتزعلي في الاخر. الحقيني يا ماما. يا ابني سيبها تتفتت شويه وانت بتجوزها. ياما خليها بقى تسيب بقى، ده ايه الغلب ده يا ربي؟ يا فاطين مش قادره يا فاطين، ما تسيبنيش يا فاطين. مش هسيبك، سيبني سيبني. يا ساتر قربة قربة مسكاني. يا رب تجيب العواد سليمة يا رب، انتحى بالسلامة يا رب. قطر بنت شهر قول لي يا ابني مصاريف المستشفى هنعمل فيها ايه واحنا ما عملناش حسابنا؟ ما تقلقيش ياما، انا معايا كارنيه نقابة ومشترك في الرعاية الصحية، والمصاريف وكله كله على النقابة. ياما انا في نقابة محترمة وانا بلعب ياما. وغيارات النون اللي جاي ده ان شاء الله هنعمل فيها ايه؟ ما تقلقيش انا اديت فلوس للممرضة بتاعة الاستقبال تحت وهي هتتصرف لحد بقى ما نروح ان شاء الله على خير. طيب يا حبيبي الحمد لله الحمد لله. انت يا ابني تعمل ايه هنا؟ انا شيكابالا بتاع الكهرباء. ما انا عارف يعني هتكون شيكابالا بتاع الزمالك. بقول لك بتعمل ايه هنا؟ بعمل رز بلبن. هكون بعمل ايه يعني يا استاذ؟ بصلح لك بس المفاتيح. يا بني ادم انا قصدي على السيجاره دي. ايه ده يا استاذ بتعمل كده ليه؟ بتطفيها ليه؟ انت قليل الادب كمان؟
يا ابني دي مستشفى والتدخين ممنوع قانونا في الاماكن العامه. قانون؟ قانون ايه يا حضرتك انت؟ خلاص بقى لا ده لازم يتربى. خلاص بقى يا فاطين خلاص. وانت يا شيكابالا انت روح امشي، ابو تريكه بينده عليك، روح. مش عارف اللي انت بتقوله ده. اهدى اهدى بقى يا فاطين، كل حاجه كده تاخدها على واحده كده على صدرك كده، اهدى واستهدى بالله يا لا اله الا الله يا امي محمد رسول الله. انا نفسي كل حاجه تمشي صح في البلد دي. على العموم امسك النضاره دي بقى بدل ما تتكسر زي كل مره، وانا هروح اتوضى والحق الظهر قبل ما العصر يبدا. صلي يا ابني وادعي لها يا ابني. وعايزك يا امه انت تدعي لنا يا امه والنبي، ادعي لي بجد. تعالي لك يا ابني ربنا يفتحها في وشك ويكتب لك في كل خطوه سلامه يا فاطين يا ابني يا ابني. يا رب يا رب يا رب. دعيتي يا امه؟ دعيتي؟ جيبي 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 بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام، مبروك يا فاطين، مبروك يا ضنايا. خدي البس النضاره. اللهم صل على النبي. طولك ولد وبنت. سمي وصلى على النبي حبيبي. اللهم صل على النبي يا حبايبي يا حبايبي. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. الله يسلمك يا فاطين. شفت بقى ربنا كرمنا وجاب لنا توأم. الحمد لله، ما هي عائلتنا كده ما بتجيبش غير توأم. مش كده يا امي؟ اللهم صل عليك يا نبي. يا قطايتي يا حبايبي، اللهم صل عليك يا نبي. الف الف مبروك يا قطر يا بنتي، والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا بابا. شبهي الخالق الناطق قمر، مش كده يا عزوز؟ اه. الف مبروك يا فاطين يا ابني. الله يبارك فيك يا كداب. القمر العسل ده بقى فاطين وهو صغير. اللهم صل على النبي. ايه ده يا امه، وانا كنت امور كده وانا صغير؟ امال ايه، كنت اللهم صل على النبي قمر. امال ايه اللي حصل، انا خدت عين ولا خدت على خاطر ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ ما حصلش حاجه يا اخويا، ما انت زي القمر اهو. انا بقول البنوته نسميها شهر، ايه رايك يا قطر؟ احنا خلاص يا حماتي الحمد لله اتفقنا على الاسماء، ومن بكره هروح اطلع لهم شهادات الميلاد. مش كده يا قطر؟ كده يا حبيبي. وان شاء الله هتسمي ايه بقى يا فاطين يا ابني؟ الولد سنهوري والبنت براءة ان شاء الله. سنهوري وبراءة تاني؟ يا لهوي يا لهوي. الله يبارك فيك يا حماتي. انت خليت فيها حماتي؟ امسكي يا بت. طالما بقى قلت امسكي يا بنت وقمت وهتشمري لي، يبقى هتتخانقي وليلتك طويله يا شقه. ايوه يا اخويا هتخانق، لا في سنوري ولا براءه، ايه رايك يا فاطين؟ بقول لك ايه يا شهر، انا مخنوق وتعبان ومليش نفس اتخانق، ما تتصرف يا عم عزوز. قدامي على البيت يا شهر. عزوز بلا عزوز بلا زفت، يلا قدامي بدل ما اجيب السكينه. لا يا اخويا همشي همشي. يلا الف مبروك يا اولاد. الله يبارك فيك يا رب يا عم عزوز، وشكر جدا. شفتني وانا بشخط فيها؟ عجبتني جدا، ناس ما بتجيش غير بالسك. ايوه. طيب انا هدخل بقى يا جماعه علشان اريح شويه، لان مش قادر اقف على رجلي. روح انت يا دنيا وسيب قطر معايا الليله دي برضه نفسه، وكمان عشان املي عيني بالعيال. ولو الواد سنهوري او البت براءه عملوا اي شقاوه ابقوا ندعوا عليا على طول.